السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم، وإن شاء الله يعني أتمنى تكون المحاضرة خفيفة والناس متزهقش إن شاء الله. قبل ما أبدأ أحب أشكركم جميعا على الحضور، وأتمنى المحاضرة إن شاء الله تكون فيها فايدة بإذن الله. أحب بداية أشكر مؤسسة نقاط، يعني أنا اتشرفت بإن أنا كنت أحد أفراد نقاط واتعاملت مع المهندس أحمد القوسي، هو من أفضل المديرين اللي ممكن أتعامل معاهم. في ميزة كويسة جدا موضوع المرونة وموضوع حب الخير للآخرين، وهو أستاذنا طبعا. ويعني المحاضرة دي في محاضرتين سابقتين عليهم، محاضرة للمهندس أحمد القوسي محاضرة رائعة، ومحاضرة تانية للأستاذ الفاضل دكتور سامر السياري اللي دايما بنتعلم منه حاجات رائعة حاجات جديدة، فليهم كل الشكر والتقدير. طيب موضوع المحاضرة، واحنا بنتكلم مع أستاذنا الفاضل المهندس أحمد القوسي، جت فكرة أو يعني شفنا بوست كده في حد بيقول هل البيم ده حقيقي ولا مش حقيقي ولا، فقلنا نتكلم على الموضوع ده. بمعنى إيه؟ في حاجات كتيرة جدا بيتعمل لها دعاية أو تسويق من بعض الشركات، وممكن تبذل فيها جهد وفي الاخر تلاقيها تضييع الوقت او ملهاش لازمه. فاحنا عايزين نتكلم بامانه وشفافيه ومن غير كلام نظر كتير انه بيعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لا نتكلم في بعض المشاريع الحقيقيه ازاي قدرنا البيم قدر يفيدنا. تمام، يعني هو الموضوع كله امثله حقيقيه او مشاريع حقيقيه على موضوع تطبيق البيم. طيب بداية لازم نعرف ايه هو البيم. فاحنا هنتكلم دلوقتي حول ان هو نمذجة معلومات البناء. تمام، يعني ايه؟ يعني احنا فضلنا وقت كتير جدا بنشتغل بالتكنولوجيات العادية، زي اول حاجة الناس كانت بتكتب على الحجر او بتكتب على الورق، او بعد كده دخل موضوع الكاد، وبعد كده دخل موضوع البيم. ايه اللي خلى البيم ينتشر وناس كتير تسأل عليه وناس كتير تهتم بيه؟ وان شاء الله المحاضرة هتبقى يعني قصيرة، واهم من الكلام اللي هقوله اسئلة حضراتكم دي طبعا هتبقى قوية جدا، ونحاول مع بعض نحل المشاكل بحيث الناس تقدر تتبنى التكنولوجيا دي بإذن الله. طيب البيم هو اختصار ايه؟ Building Information Modeling او Building Information Management، إدارة معلومات البناء. تمام، يعني لو انا استخدمت سوفت وير قوي جدا بس ما قدرتش استفاد منها في ان انا اعرف كل المعلومات اللي انا احتاجها كمدير او مهندس او مسؤول، ما لهاش اي لازمه. تمام، فلازم يكون عندك القدره ان انا الاقي المعلومه وقت ما انا عاوزها. تمام، ممكن واحد يعمل شكل حلو بس 3 دي ماكس مثلا، تمام، او اوتوكاد 3 دي او اي برنامج تاني مش من برامج البيم، مع احترامي لكل البرامج التانية، بس كل واحد بيبقى ليه نقطة القوة بتاعته. تمام، يعني كل برامج البيم ليها نقط ضعف ونقط قوة، وكل البرامج التانية لها نقط قوة ولها نقط ضعف. ممكن اشتغل بده شوية وممكن اشتغل ده شوية، ممكن مثلا برنامج البيم تبدأ تعمل بيه شغل كويس، وممكن تلاقي مثلا موضوع الفيجواليزيشن، تمام، موضوع الريندر ممكن تلاقي مثلا ان هو مش قوي، هو قوي في بعض البرامج او بعض الاعدادات او كذا، بس فرض انت لقيت الريندر مش عاجبك او انت عايز حاجه اعلى ممكن تروح لحاجه اعلى، فكل واحد بيبقى قوي. طيب بيلدينج يعني الشغل كله على فكره المباني، يعني البرنامج ده ما بيعملش حاجه غير في موضوع المباني. تمام، الاوتوكاد ممكن تلاقي ناس بترسم بيه عصافير وناس بترسم بيه ملابس وناس، وده مش غلط، ده هو البرنامج بابليك وبيسمح بكده، وانا مش بهزر، بس في شركات متخصصه مثلا في الاحذيه بتستخدمه في انها ترسم الاحذيه وتدخله على المكن اللي هو بيصنع الاحذيه. في ناس بتستخدمه في تصنيع الملابس، في ناس بتستخدمه يعني في ناس بتستخدمه في حاجات تانية غير موضوع المباني وشغال معاهم زي الفل. تمام، طيب موضوع انفورميشن، لو انا رسمت حاجات حلوه بس لما بعمل سيلكت على اي عنصر ما بيديليش المعلومه ملوش اي لازمه خالص. موضوع الموديلنج لازم يكون شغل 3 دي، في بعض الكتب بتقولها موديلنج، والكتب حديثا بدأت تركز على موضوع المانجمنت، ان انا اقدر ادير معلومات البناء. تمام، اقدر استفاد منها واقدر ان انا اوفر الوقت واقدر استخدم تكنولوجيات الاداره الحديثه، سواء استخدمت البي ام بي او استخدمت الاجايل او استخدمت اللين مانجمنت او استخدمت اي تكنولوجيا من التكنولوجيات الحديثه دي، تقدر تستفاد منها في ان انت
تاخد المعلومات من البيم وقت ما تحتاجها، تمام؟ حتى لو ما تيجي تعمل فاليو انجينير تلاقي عندك الاوتوكاد لوح كتير قوي، فانت مش لاقي المعلومه اللي انت عايزها. من خلال البيم تقدر توصل للي انت عايزه، وتقدر تقلل تكلفه البناء، وتقدر تحسن اداره المباني. طيب، في بدأ اهتمام قوي جدا بموضوع البيم، يعني حتى الصين تبنت فكره البيم، خلاص الخطه بتعملها كل 5 سنين، مهتمه جدا بالبيم. في دول كتيره جدا زي الدنمارك وفنلندا والدول دي كلها بدأ اساسي موضوع البيم، وبدأ يستخدمه الاوبن بيم. سنغافوره اصبح اجباري من 2015 لاي مبنى اكبر من 5000 متر مربع، واصبح تقريبا كل المباني بتتعمل بيبقى فيها البيم عشان موضوع الفاسيلتي مانجمنت، وعشان موضوع السمارت سيتي والقصص كتير جدا. كوريا الجنوبيه الزامي على القطاع العام. امريكا برضو بدا، يعني لو انت عايز تاخد مشروع من القطاع العام، وطبعا هو معاه 70% من المشاريع، لازم تعمله بالبيم. بريطانيا اجباري من ابريل 2016، اسكتلندا من ابريل 2017، في امريكا واستراليا وهكذا، في دول كتير جدا بدا تطبق موضوع البيم. في بلديه دبي اصبح الزامي، نزل كود واصبح اللي اعلى من 40 دور، ومباني مستشفيات والجامعات وحاجات زي كده. في مصر صدر كود للبيم، واهم ميزه في البيم ميزات كتيره جدا، نقدر نقول للمحافظه على الموارد الاجيال القادمه، ده من وجهه نظر الاستدامه. ممكن وجهات نظر اخرى تبقى في افادات او مزايا تانية كتير جدا. ناس زمان كانت بتستخدم الورق والحاجات دي كلها، فحصل نقلة من موضوع الورق للموضوع الكمبيوتر، فالنقلة دي كانت رهيبة جدا، والنقلة الأكبر من الكاد للبيم، لأن هو مش تطور في السوفت وير أو إصدار حديث من الكاد، لأ هو نظام مختلف تماما، وممكن يفشل بسبب بعض الحاجات اللي لازم نركز عليها، مثل إن إحنا بنتعاون مع بعض، إن إحنا فريق واحد. الناس كلها رغم إن المشروع ممكن يكون شركات كتيرة، بس لازم شركات كتيرة كلها تعتبر نفسها شركة واحدة. مفيش حد يمنع المعلومات او ما يديش المعلومه لبقيه الفريق، تمام؟ دي لوحه من اللوح القديمه جدا من الاف السنين، بتوضح المسقط الرأسي للمبنى اللي موجود. تعالى بقى نشوف امثله عمليه، ننسى بقى الكلام النظري وندخل بقى في الكلام العملي. ازاي البيم قدر يفيدني بشكل قوي جدا، ويوفر وقت كتير جدا، ويحل لي مشاكل كتير جدا، تمام؟ ده مثلا مبنى من المباني، ده جزء من مشروع كبير جدا، بس احنا خدنا الجزء اللي ينفع ان احنا نظهره، لان هو موضوع يعني مبنى ليه ظروف خاصه. فده مشروع كبير كان موجود في قطر، وكان من ضمن العقد ان لازم العميل يشوف التطورات بتاعه المبنى في اي وقت في ال 24 ساعه. وطبعا العميل ممكن يشوف الاوتوكاد وما يفهمش حاجه، او يعني هو مش غلط من عنده، بس هو اللغه المعماريه بتتكلم رموز يعني بنفهمها بينا وبين بعض، بس ممكن واحد من بره ما يفهمش الرمز دوت، فيوافق عليها بدون اي اعتراض خالص. ولما يروح الموقع ويبدا يشوف المكان اتبنى، يقول لك لا لا لا، ابغي شيء اخر، غير ده، تمام؟ يعني هو مش هيقدر يفهم فكره ان في هنا مثلا رامب، وهنا سلالم، وهنا وهنا وهنا، ممكن يكون له وجهه نظر، والعميل طبعا على حق. فاحنا قعدنا نشوف الاختيارات، تمام؟ كان من ضمن الاختيارات بين 360، وكان في بين تراك و والحاجات دي كلها، وبدائل كتير جدا قعدنا نقارن بينهم، ولقينا افضل بديل لينا البيم تراك. وفي طبعا الزي بيلدر اللي هو دكتور محمد الفران كان اتكلم عنه في اكتر محاضره، برنامج رائع وفي مزايا عن البيم تراك. بس هي الفكره كلها ان احنا قدرنا نحل مشكله كانت موجوده في العقد، يعني هو كان في شرط ان انت لازم العميل من حقه في اي لحظه يدخل ويشوف المشروع ويبدا يدي الملحوظات، ففي امكانيه ان انت تدي الملحوظات والكومنتات، ويقدر يشوف كل اللي هو عايزه، ولو في اي حاجه مضايقاه يعترض عليها. ده مثلا بعض الامثله ان فعلا كنا بنعمل الكومنتات، وكان موضوع الريو ورك بيتم واحنا بنصمم، مش بعد ما المشروع يخلص. طبعا ده وفر كتير جدا، يعني تخيل ان بيجي لك الكومنت التعديل مثلا، لا انا عايزهم منارتين مش مناره واحده، لا انا عايز المناره تبقى على الطراز العثماني اللي هو الرفيع، او اي تعديل بيتم من قبل ما حد من العمال يبدا يبني، فمش بيكلفك حاجه. انما لو انت طبقت الحاجات في الموقع وحد بيقول لك عدل، لا هات بقى وكسر واعمل وكسر واعمل، ساعات الريورك بيبقى ضعف ثمن المشروع، لان بعد ما انت بنيت الراجل يقول لك كسر، فبياخد وقت في التكسير وياخد وقت في البناء،
ودي من اكبر المشاكل اللي موجوده في شغل المقاولات. فاحنا حلينا الموضوع دوت من خلال ان العميل شاف الحاجات دي واستخدمنا النظاره. يعني في اول البرزنتيشن اول شريحه دي فعلا عملناها، وانا كنت يعني مع الفريق، يعني بدأنا نلبس النظاره ديت ومعانا الفرشه، الجهاز دوت بتبدا تمشي في المبنى فيرتشوال رياليتي وتقدر تشوف الكومنتات. احنا كنا جايبينها، ففي كذا مهندس قال لك عايزين نجربها، احنا جايبينها للمالك، بس لما بدأوا يجربوها بقى المعماري يقول لك لا ده صدق انا عندي غلطه معينه. تمام، كانت من ضمن الغلطات ده مثال عملي، يعني الناس تقول لك مفيش مزايا، لا ده الصوره دي فيها مثال عملي، ان هو شاف ان مثلا البرابت قصير، فالناس من بره المبنى شايفين المكان بتاع التكييف، وده كان حصل في اكتر من مشروع اخر، تم تكسير وتم نقل وتم ان انت بعد ما عملت البرابت وعملت الشكل الخارجي وظبطته، لا محتاج ان انت تكسر وتعلي وقصص طويله جدا، وتنقل تكلفه ممكن تاخد شهور في الشغل. انما لا، في ساعتها انتبهنا وبدانا نعدي المكان بتاع الاتشفاك، وبدانا ان احنا نعلي البرابت بحيث ان اللي بره ما يشوفش المشاكل. في شغل الكهروميكانيكال كان ظاهر من تحت السيلينج، كان ظاهر من بره الحيطه وهكذا، بدانا نعدل المشاكل. كل واحد بدا يشوف المشاكل بنفسه. يعني موضوع الوكس رو في المشروع مش مجرد منظر، تمام؟ يعني في حاجات، بعض الحاجات يقول لك ايه الوكس رو منظر، الفور دي في منظر، لا، هو في ناس بيستخدمه كمنظر، بس في ناس بتستخدمه بشكل هندسي يطلع لهم الاخطاء. يعني ممكن يكون عندي مشكله ان في عنصر ناقص، ودي مثلا كنا شغالين في مشروع وبنعمل لوك ثرو، وكان معايا المهندس محمود، فاكتشفنا ان في اعمده ناقصه عند السلم، فروحنا باعتين للديزاين هل فعلا في اعمده ناقصه ولا انت نسيت تحطها، ولا هو ده نظام انشائي انت عامله وعارف الاحمال والحاجات دي كلها. فقال لا كويس ان انتوا عرفتوني، وبدا يحط الاعمده وبدا ياخد باله من حاجات زي كده. فالموضوع بيبقى كله يخدم على الشغل الهندسي. تمام، فاحنا قدرنا نعدي الشغل كتير جدا من المشروع. والمالك نفسه لما بدأ يلبس النظارة دي بدأ يبقى عنده ملحوظات وعنده تعديلات، وده كويس ان هو بيعدل دلوقتي، ما بيعدلش في الاخر. يعني ممكن يقول لك انقل الغرفة دي، اعمل لي دي، احنا مختارين مشروع المسجد اساسا يعني ما فيهوش مشاكل يعني. فالمسجد عنده شوية تعديلات قالها، في بقية المباني لا حط لي دي مع دي، لا ادمج لي دي مع دي، لا انا عايز المكتب بتاعي يبقى فيه مثلا دورة مياه خاصة، وهكذا. التعديلات كلها قالها. تكلفة التعديل كانت ساعات بتوصل لخمس تكلفة المشروع وأكتر، ده المتوسط، بس التعديل دلوقتي أصبح على الكمبيوتر، فوفر معانا كتير جدا. طيب موضوع تقدير التكلفة ده من الحاجات الممتازة جدا. كان ساعات بيجي لنا قبل ما يبدأ المشروع شخص أو المالك أو المدير يقول لنا أنا عايز البيم بس عشان أعرف تقدير التكلفة قد إيه، لأن في الأوتوكاد ما بيبقاش حصر دقيق. على سبيل المثال مثلا لو أنت عندك مواسير مية أو مواسير فاير أو كذا، فانت بتحسب الحاجات اللي هي الافقيه، ما تقدرش تحسب الراسي. يعني لو انت عندك مواسير نازله مثلا لمستوى معين للحوض او لاي حاجه، ما بيقدرش يحسب الراسي، فبنضطر ان احنا نضرب في رقم معين 1.3 او حاجه زي كده. برضه في الفاير انت بتنسب الماسوره مثلا عشان توصل للسبرينكلر، وكذلك التكييف، وحاجات كتير جدا في المعماري والانشائي ما بتجيش ابدا، مستحيل تيجي في الاوتوكاد. انما في البيم قدرنا نقدر التكلفه، وقدرنا ناخد كذا مشروع بسبب ان احنا دخلنا واحنا عارفين التكلفه كام بالظبط، والمالك حسب الربح بتاعه اللي هو عايزه، فقدرنا ناخد كذا مشروع. طبعا في برامج كتيره جدا في الفايف دي زي النفس وركس، الفيكو، الاي تي اي 2، والديزاين استيميتور، وكل برامج تقدير التكلفه لو انت عارف اي برنامج منهم تقدر تاخد الشغل من البيم وتبدا تكمل الشغل على البرامج ديت. يعني في بعض الحاجات كان عندنا قسم كامل لتقدير التكلفه، فبدل ما يبدا يحصر بقول له لا استنى انا هحصر لك وابعتها لك الملف اللي تقدر تدخله عندك، وتقدر انت بقى ايه تحط الاسعار وتحط الحاجات اللي انت عايزها، فبيجي له الحصر جاهز ويقدر يشتغل عليه. تمام، خلينا نشوف مثلا الفيديو دوت. ده مثال مثلا على موضوع ال 4 دي وال 5 دي، ومفيش حاجه معموله عشان الشكل بس وخلاص، لا، في استفادات كاملة من ال 4 دي، إن أنا أقدر أعرف إيه اللي هيبقى قبل إيه وإيه اللي المفروض يتركب. يعني كان في مشروع مثلا أنا كنت شغال فيه، ومثلا اكتشفنا إن المفروض ندخل المكن معين قبل ما نقفل الحيطة. يعني هو المفروض غرفة معينة هتحط فيها جنريتور وهتحط فيها كذا مكنة، ومهندس أحمد فكري معانا هنا في القاعة عارف أنا بتكلم على إيه، فبتقدر تحدد دي هتبقى قبل دي وهكذا.
مش مجرد منظر. يعني الناس بتفكر ان هو لا ده انا بس ايه بعرض حاجه للعميل، لا ده هي فعلا حاجات حقيقيه بنستفاد منها، ان بدل ما الجدول الزمني في البرمودورا مش مفهوم، لا ده انا بوريها للعمال كلهم بحيث ان هم كلهم يفهموا. ودي من ابسط مبادئ اللين مانجمنت اللي هو موضوع اللاست بلانر، ان انا عايز كل العمال ورئيس الورديه كله يبقى شايف المشروع، فاهم الدور بتاعه، فاهم هو بيبني ايه، مش مجرد بيبني خلاص. تمام، فانت هو شايف المشروع بيتبني ازاي، بدل ما اوريك شويه جداول على البرموفيرا او ام اس بروجكت مش مفهومه. تمام، زائد ان انا اقدر اقول له وجدت التكلفه مع الوقت، كل ما الوقت بيعدي تبدا تظهر لي التكلفه بتاعتها هتكون قد ايه. فده بيبقى حاجه ممتازه جدا، ان انا بعرف مثلا ان انا المالك مديني مثلا 5 مليون، عارف ان دول هيخلصوا في شهر 6 وهنحتاج فلوس تانية، فببدأ أشوف الموضوع دوت. يعني بدل ما أفاجأ إن مفيش فلوس، لا بعرف تكلفة العنصر، كل عنصر بيظهر في الوقت بتاعه حسب السكادول بيبدأ يظهر معاه الفلوس. طيب ونكتب عفوا شوية. تمام، طيب ممكن برضو نستخدمه عشان نبقى فاهمين ودارسين التكلفة ودارسين الوقت ودارسين الحاجات ديت، ونقدر يبقى في مثلا لو في تعديل ابقى عارف، لو في تاخير في الشغل ابقى عارف واقدر اوري له مثلا صوره واضحه التاخير في الشغل تم ازاي وكذا كده. طيب من ضمن برضو المزايا، وانا مش بذكر مزايا، انا بذكر حاجات انا استفدت منها عمليا، لو انا ما استفدتش منها عمليا مش هقولها. تمام، يعني سيبنا من الكلام الانشائي وسيبنا من الحاجات ديت، موضوع الحصر، وده اللي خلاني نقدر ناخد كذا مشروع، ان انا مش بقول له عدد الاعمده بس، لا ده انا بقول له عدد الاعمده، التسليح هيكلف قد ايه، الفورم وورك والكونكريت والكلادنج للعمود والحاجات اللي هي بتبقى تمبوراري، وطب والعمال، طب والمكن لو هيتأجر، طب والماتيريال، فبحصل على تقدير كبير جدا للتكلفه. بدل ما بقول العمود ده بيكلف مثلا 100، لا ببقى عارف كل قد ايه وبجمعهم، فبقدر اعرف تكلفه المشروع قد ايه واقدر احدد الربح بتاعي. ده نموذج ليه جدول بيل اوف كوانتيتي خارج من البيم بشكل دقيق. ففي استفادات كتير جدا من موضوع البيم. طيب من ضمن المزايا موضوع البناء مسبق الصنع، بري فابريكيشن، ودي تكنولوجيا او تقنيه قديمه، بس للاسف كان فيها اخطاء كتير جدا، ان انت كنت بتعمل مثلا اجزاء معينه وتبعتها للموقع، فيفاجئ ان الحاجه اطول او اقصر، لو اطول فبيضطر هو يقطع، فبيجيب صاروخ او بيجيب اي حاجه يقطع بيها في بيئه غير مهيئه. يعني هو بيقطع مثلا على الممر، فممكن حاجه تعور حد والشغل بيتعطل. فليه؟ لان الكاد ما كانش دقيق. انما لما عملناها بتكنولوجيا البيم، وفي برامج كتير جدا متخصصه في كده، فبقينا نبعت لمكنه سي ان سي، وجالنا اسئله انتوا ازاي المره دي عاملينها بشكل مظبوط. كنت بدي كورس في احدى الشركات المتخصصه في الاتشفاك، فلما عملنا موضوع البري فابريكيشن وبدا ياخد الاجزاء ويبدا ينفذ، كان الاول تقريبا 90% من الشغل بيطلع غلط، لما عملناه التكنولوجيا 100% صح، ف90% اختلاف، فبدا الناس تسال ايه اللي حصل. تمام، فاصبح في تقليل للحوادث اللي موجوده في الموقع، تقليل لوقت الشغل، والوقت معناه فلوس، فتقللنا وقت وفلوس للمشروع من خلال تكنولوجيا بسيطه جدا بري فابريكيشن، ودي من اساسيات الشغل في البيم. موضوع اللاست بلانر اللي احنا اتكلمنا فيها، ان انا بقدر اوري العمال حاجه ثلاثيه الابعاد، فيقدروا يفهموا ويتخيلوا ويعرفوا ايه المطلوب منهم بدقه شديده جدا. بيبقى عاملين زي كشك كده، هو اسمه كشك حتى بالانجليزي بيسمينه كشك، بتحط فيه شاشه وتبدا توري العمال اللي مطلوب منهم ان هو يتنفس. طيب عندنا مشكله اللي هي البروكيورمنت او سبلاي تشين، ان الحاجه بتوصل للموقع قبل الميعاد، فهتخزنها فتره وممكن تدفع من فلوس كتير عشان موضوع التخزين، او تيجي متاخره فانت مضطر ان انت تعطل، ممكن تحصل مشكله في موضوع تاخير العمل بسبب ان في كلاشات. فالاستفاده من البيم ان احنا كشفنا التعرضات فقللناها. في مشروع كنت شغال فيه مثلا ترافيك كنترول سنتر، بدأنا نعرف امتى عايزين الحاجة دي، فبقينا نبعت للشركة نقول لهم احنا عايزين الحاجة دي مثلا في شهر 3 في شهر 4. تمام، ابعتها لكم دلوقتي، لا انا عايزها يوم كذا، فبحدد له اليوم اللي هو عايز الحاجة دي موجودة فيها. ف
فاصبح فعلا اساسي بالنسبه لنا، واصبح حتى موجود في البي ام بي ان احنا لازم نستخدم البي ام بي في موضوع السبلاي تشين والبروكيورمنت في الاصدار الاخير السابع. تمام، اصبح في توصيات السبلاي تشين مانجمنت اصلا قال لك احنا لازم نربط البيم بالاي ار بي. ده مثلا المشروع هو، فبدانا ندرس مراحل المشروع، فصور واضحه جدا انهي جزء اللي هنبدا فيه. طب في جسر هنا بين المبنى ده والمبنى التاني، طب هيبدا في الشغل فيه امتى، وهكذا. فاصبح في كومنتات. طيب ده مشروع برضه انا كنت شغال فيه ترافيك كنترول سنتر. تمام، بدا في عدد الكرين اللي هيشتغل في مشروع تاني بس يعني سكيورتي، فما حطيتش الصور بتاعته، بس كان عدد كتير من المباني وعايزين نقلل عدد الكرين اللي هيبقى محطوط. فقعدنا ندرس الموضوع واخترنا ادق حاجه، وكان ساعتها اخترنا كريم متحرك نتيجة ان احنا قعدنا ندرس بشكل قوي موضوع الجدول الزمني بتاع المشروع. طيب، ومن ضمن الحاجات برضو في كود نازل اسمه بي اس 91، ده في بريطانيا، ان انت تقيم مش مجرد بس السعر، يعني سبلاير او الناس اللي بتشتغل معاهم بتقيم من خلال الجودة والسلامة والبيئة، وان هو اشتغل اكتر من مشروع في الموضوع دوت فهو فاهم. يعني لو انت مشروع استاد لازم يكون هو اشتغل في استاد قبل كده ويقدم 3 مشاريع استقالهم وهكذا. طيب ده برضو من ضمن الحاجات اللي اشتغلنا فيها، كان في مشروع خاص بكأس العالم، اللي هو موضوع ان انا عندي سكافولدنج او عندي الشغل بتاعي، هضطر ان انا احط حاجات مؤقته على اساس ان انا هركب مثلا الكلادينج والحاجات ديت. فبدانا فعلا عملنا الموضوع دوت، وشفنا التمبوري وهنأجر الحاجات دي امتى وهنشتغل فيها امتى، وبدأنا عرضناها بشكل فيديو كويس جدا، فالإدارة وافقت وشفنا أقل تكلفة ممكن بحيث إن احنا نلتزم بالجدول الزمني. ده برزنتيشن الليفل دوت هستخدم مثلا من يوم كذا لكذا، وبعد كده هطلعه فوق وهكذا. السقالات بتاعتنا بحيث إن احنا ما نأجرش أكتر من الوقت اللازم اللي احنا محتاجينه. طيب، في دي مشكلة اتكررت. تمام، هنبدأ نشوفها مع بعض في أكتر من مشروع كتير جدا. تمام، في مشروع كان مكون من 5 أبراج، كل برج 40 دور. تمام، ودي في اسكندرية بدون ذكر اسم الشركات. تمام، وحصل برضو في قطر هنا، وحصل في السعودية بس بشكل آخر. اللي حصل في قطر والسعودية إن هم بعد ما عملوا في قطر ومصر في اسكندرية، ان هم بعد ما عملوا ال صبوا الخرسانه بتاعه المبنى والاستراكشر بتاع المبنى، اكتشفوا ان المسافه اللي محتاجه الكهروميكانيكال بين السقف والسقف الساقط السيلينج كبيره جدا. فالمساحه المسافه المتبقيه بيكفي ان واحد مثلا طولي بس يعدي، يعني انت هتبقى داخل فندق وارتفاع السقف بتاعك مثلا 180، فكانت حاجه صعبه جدا. في مبنى فيهم ما كانوش طبقوا فيها البيم، والمبنى ده حتى الان ما قدروش يخلصوه، ما قدروش يحلوا المشكله ديت، وما حدش قادر يسكنه وما حدش عارف يحلها ازاي. تمام، في قطر هنا كنا شغالين في مول، وكان بالمول ده فندق وحصلت فيه المشكله ديت، وكان قعدوا يدرسوا الموضوع بشكل قوي جدا، لان هم ما كانوش شغالين الفندق ده بالبيم، فاكتشفوا المشكله دي في الاخر. ليه؟ لان هو المعماري عايز يقلل المسافة بين السقف الساقط والسقف اللي فوق على أساس ما يعلاش بالارتفاع ويبقى فيه تكلفة جامدة، واللي بيحاول يخمن الارتفاع هيبقى كام، وساعات ممكن ما يبقاش دقيق، إنما في البيم بتبدأ تحل مشاكل وتقدر تحدد الارتفاع اللي أنت عايزه بالظبط قد إيه. فكان في احتمال ان هم يكسروا اخر 3 ادوار ويبداوا يبنوه بشكل اعلى، بس الحمد لله لقوا حلول ليها من خلال ان هم دوروا على حلول تانية للمشكلة دي. في فندق في السعودية ده كان فيه 2 بدروم، وهو فكرة كلها ان هو هيحفر اكتر، هو كان عامل ارتفاع كله كل بدروم فيهم 3 متر 40. فأنا سافرت السعودية مخصوص عشان المشكلة دي، وخدنا الملفات وقعدنا ندرس التعارضات بين الام اي بي والميول الصرف وكذا، فلقينا ان ارتفاع الدور لازم يكون 4 متر 50، والا هتبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، وهتبقى البايبنج داخله في العناصر، او هتبقى ارتفاعها تمنع العربيات انها تخرج وتدخل وهكذا. تمام، فدي حاجه برضو كانت مشكله كبيره. فده ده مثال صوره للمشكله
ده الاقتراح الاولاني كان 340 تقريبا، فكان فيه مشكله كبيره جدا. كويس ان هم ما نفذوش على طول، لا بدانا ندرسها واكتشفنا ان هم لازم يحفروا اكتر، والا المبنى فعلا مش هيتبني او مش هيتنفذ. طيب في برضو في مشاريع الابراج في العلمين بدون ذكر اسامي الشركات استخدموا البيم في المشروع دوت، تمام. فكان في اقتراحين، الاقتراح الاولاني ان هو يبني الكور الاول ويبني بعد كده يعني تبدا الحاجات اللي حوالين الكور تبدا تتبني، تمام. هيطلع مثلا ده يسبق مثلا ب 10 ادوار حاجات زي كده. والاقتراح التاني ان الدور كله يتعمل مره واحده. فكان في اقتراحين، وفي ناس مشجعه الاقتراح ده وفي ناس مشجعه الاقتراح دوت، وتم دراسه الموضوع وكان الافضل ان هم يبنوا الكور، وده فعلا اللي تم اعتماده. ده برضه هو مشروع من ضمن المشروعات في احدى محطات المعالجه في الاسكندريه، وبدانا ناس شغل بيم، وبدا فجاه ان في بعض الحاجات غير مطبقه، البلانات جايه في بعض اللوح فيها حاجه وبعض اللوح التانيه ناقصه. يعني كان في شغل انشائي ناقص في اللوح الانشائي وموجود في اللوح الام اي بي، تمام. فكان بانت لما بدأ نعمل الموديل، فلا اكتشفنا الاخطاء فبدانا نتكلم فيها ونناقشها لحد ما وصلنا لافضل حاجه ممكن. وفي نفس المشروع برضه كان في مشكله، اختلاف بين اللوحات الانشائيه واللوحات ام اي بي ولوحات الدليل الانشائي، كان في مشاكل لحد ما قدرنا نوصل لافضل حاجه. واكتشفنا المشكله دي قبل ما الناس تبدا شغل في الموقع، فبدانا نحفر الاوبننج بتاعتنا مظبوط، او نعمل حسابنا قبل ما نصب الخرسانه في الاوبننج مظبوط. طيب في مشكله برضو بنتعرض ليها وبتضيع وقت تقريبا من 20 ل 25% لو احنا شغالين بالاساليب التقليديه، او شغالين بيم بس بنفس الطريقه التقليديه اللي هو مش شغالين بالسيستم. ففي سيستم موجود في البي اس 1192 او في الايزو 19650 بينظم لنا موضوع الملفات دوت، هنشتغل هنا وبعد كده ننقل الشغل هنا. فطريقه تنظيم الشغل ديت الناس بتبدا تتعود عليها وخلاص، يبقى تلقائي بيحصل، بيوفر علينا وقت كتير جدا، تقريبا 25 يعني ربع وقت المشروع بيضيع بسبب ان احنا مش عارفين فين اخر ملفات. انما هنا لا، هو موديل واحد، يعني حتى لما انا بخلص شغل ديزاين وببعت له كونستراكشن ببعت له موديل واحد، مش ببعت له عشرات اللوح وكل واحده ليهم عشرات ايه الاف اللوح وكل واحده ليها تواريخ او ازدارات مختلفه. طيب ساعات بيحصل ان في مبنى فريد من موضوع الابراج او من اي نوع من انواع المباني، فلازم تعمل سيموليشن، لان انت ممكن بعد ما يخلص المبنى يحصل حاجه فتلاقيه وقع نتيجه ان انت في عامل من العوامل نسيت ان انت تدرسه. يعني مثلا برج العرب في الامارات كان موضوع الامواج العاليه لان هو قريب من البحر كان ممكن يكسر الازاز، فبداوا يعملوا محاكاه، المحاكاه الحقيقيه بتكلف كتير. يعني لو انا عايز اعمل محاكاه وابني مبنى معين واعمل مثلا حاجه زي كده ساعات بتكلف ملايين، فان انت تعملها بتكنولوجيا البيم او ببرامج البيم بيبقى كويس جدا. والميزه في برامج البيم ان هو بيصدر كل برامج المحاكاه، يعني مش لازم تعمل محاكاه جواه، ممكن تصدره باستخدام امتداد الاي اف سي او جي بي اكس ام ال، وتكمل المحاكاه في اي برنامج من البرامج زي بيلدر وهكذا، تمام. طيب من ضمن المشاكل برضو موضوع الوقت، ان لو انت مش مظبط الوقت بتاعك صح في اكتر من مشروع ممكن المشروع يعني في متحف انا كنت شغال فيه اول ما بدات وقبل ما اعرف البيم، المشروع دوت متحف شغال فيه 2005 بدون ذكر اسامي، لحتى الان لسه بيفتتحوا اجزاء منه، تمام. موضوع التواصل بين اطراف التصميم ساعات بيبقى في ميس اندرستاند وتقعد تشتغل فتره طويله، ولما يجي لك الملفات تلاقي فيه اخطاء. انا رحت مكاتب لقيتهم الام بي بيستنى لما يجي له ملف المعماري اوتوكاد فيروح لاغي شغله وياخده كوبي ويحطه في الملف الجديد وهكذا، يعني حتى مش شغال بموضوع الاكسريف، تمام. موضوع ان احنا ساعات كنا بنحضر اجتماعات ونلاقي ده حصل في مشروع مهندس كان جايب ايه، حاطط لوحه الدور الاول معماري مع لوحه الدور الثاني استراكشر مع الدور الثالث ام اي بي، فاحنا مش فاهمين اصلا ايه علاقه ده بده وحاجات زي كده. وفي السكاشن لقيناها عامل مسقط شغل الصرف في المخرج في المفروض المكان او الاوبننج بتاعت الكهرباء، فكان في لخبطه كبيره جدا، فمش قادرين نفهم انت عايز ايه، تمام. او ان انت تعدل في حاجه وتنسى تعدلها في مكان تاني وهكذا. موضوع التعرضات، بدل ما ننزل موقع ونكتشف التعرضات
لا يعني أصبح الموضوع أسهل بكتير جدا من خلال الكمبيوتر، بنعدل بدون أي مشاكل خالص. ده هنا يعني يعني اللي انت صممته هو اللي بتنفذ. لما بيكون في الاوتوكاد بتكتشف المشاكل اثناء الشغل، فبيطلع معاك تعديلات كتير قوي في لوح الاسبلت. المفروض بقى لوح ديزاين هي لوح الكونستراكشن، او لوح شوب دروينج هي لوح الاف سي، هي لوح الاسبلت، تمام؟ لان الراجل بياخد بينفذ ما بيلاقيش مشاكل. انما لما ما يكونش الموضوع واضح ويكتشف المشاكل، فيضطر يوقف الشغل، ويضطر الشغل واقف، العمال واقفين مستنيينك 3 4 ايام على ما توجد حلول للمشكله ديت، وتبعت ار اف اي وحاجات زي كده. فالمفروض اللي انت صممته هو اللي بيتنفذ فعلا، تمام؟ طيب الناس تشوف انت عندك. في باشمهندس احمد بيقول، باشمهندس احمد فكره اوت. طيب فعلا في ناس بتروح للبيم نفس عليه اسلوب الكاد بالمل، ده مش صحيح، لازم ان يبقى فيه فهم الموضوع. طيب ده تراديشنال، هنديله رقم واحد، والاسلوب اللي هو بتاع البيم هنديله رقم اتنين، وانت اختار. يعني ما فيش اي مشكله خالص لو الناس كلها اختارت واحد، ما فيش مشكله. لو الناس كلها اختارت اتنين، ما فيش اي مشكله خالص. انا ما ببيعش اي حاجه خالص لسوفت وير ولا حاجه، فمش فارقه معايا، تمام؟ انت بس اختار. طيب لما اعرض لك لوحه زي ديت، ده تراديشنال بلاننج اند سكادول، تمام؟ ولا اعرض لك لوحه زي كده، لو انت عايز ديت اختار واحد، لو انت عايز دي اختار اتنين، تمام؟ هنا موجود نفس الشكل اللي هو دوت، بس مديك انا جد حاجات المبنى نفسه. تقدر تشوف ايه الحاجات اللي اتعملت في وقتها تاخد لون معين، الحاجات اللي متاخره تاخد لون احمر مثلا، وهكذا. تقدر تغير الالوان دي، فبسهوله مجرد واحنا في الاجتماع بنقدر نعرف الناس كلها. ده مفهوم اللي بتاع البلاننج، ميه بيفهم كل حاجه فيه، تمام؟ اللي مش متعود عليه ممكن يتلخبط، او مش فاهم، ويقعد ينزل ويقعد يحرك المؤشر ده يمين وشمال وهكذا، تمام؟ طيب انت تختار ايه؟ ده تراديشنال، ده الفرق بين الحاجات اللي اتنفذت واللي ما اتنفذتش، بنبدا نشوفها. فبنقول له البلاند هو دوت، ده الاكشوال اللي اتنفذ، فانت تختار في الشغل بتاعك ايه. وده فعلا اللي حصل في كذا مشروع. في على فكره ناس كتيره حاضره هنا كانوا شغالوا معايا في مشاريع وفاهمين. لما كنا في الاجتماع بنعرض لهم ديت، وتلاقي الناس كلها بتهز راسها، ما عندوش حاجه يعترض عليها. هنا يبدا بقى يفهم ويعترض، ولا المفروض نعمل كذا، ويوجد حلول، تمام؟ ده اسلوب من الاساليب في الاداره، ان هو كل حاجه بنبدا نكتبها في ورقه، وبعد كده نشيل الورقه دي من هنا لهنا، ونقول له ده تنفذ ما تنفذش الحاجات دي، او ان احنا نعرضها بالشكل دوت. فنبدا نشوف الحاجات اللي اتنفذت في الشهر دوت، الحاجات ديت وهكذا، وكل واحده فيهم نحط فيها كل المعلومات اللي احنا محتاجينها. فانت تختار ايه براحتك، واحد او اتنين زي ما انت عايز. طيب في برضه ديت في قلب الاجتماع، بنقعد في الاجتماع كده بالشكل دوت في القاعة، او الناس كلها حتى العمال انت بتعرض لهم فيديو، تشرح لهم الاسلوب نفسه 3D، يقدروا يتخيلوا شكل المبنى هيتعمل ازاي وهتبني ازاي خطوة خطوة. ده اسلوب ان انا مثلا ببعت له كليم، يعني في المفروض فلوس اضافية. هنا لا، ده انا ببعت له الموديل بالشكل دوت، بقول له فيديو او صور الشغل ده اتعمل بالشكل دوت والالوان ديت وهكذا، بعرض له الحاجات اللي اتنفذت والحاجات اللي فيها تاخير، تمام؟ ده مثلا اهوت فايل تمبليت، ده تنظيم للشغل بالشكل دوت. او نفس الجدول دوت انا في قلب الموديل نفسه، في قلب الموديل نفسه بيبقى عندي كل المعماري والانشائي والكهروميكانيكال على اخر شغل اتعمل وهكذا، تمام؟ طيب الفاسيلتي مانجمنت من ضمن الحاجات المهمه جدا، لان مش بتدرس في الجامعات، فنادرا لما تلاقي حد درس الفاسيلتي مانجمنت في الجامعه. ازاي نعمل صيانه؟ زائد ان انت لو اتفقت على شغلانه بتقدر تشتغل فيها لحد ما المبنى يخلص، يعني ممكن تشتغل 40 سنه. يعني على سبيل المثال، خلينا نتكلم في حاجه عمليه. انا مثلا موجود هنا في قطر مثلا، تركيز الشغل في الخليج هيبقى خلال ال 21 22، بعد كده كاس العالم، فمفيش حد هيبني تاني. يعني حتى لو استضاف حاجه، استضافها في قلب ملاعب الكوره، الفنادق هم بنوا بزياده عشان في ملايين الناس هتيجي. فهتلاقي موضوع البنى، او موضوع كونستراكشن، او موضوع الكونسلتنت، بدا الريت بتاعه يقل جامد، تمام؟ ما عدا الفاسيلتي مانجمنت، هم محتاجين ناس تدير الموضوع دوت. فلو حد قوي في الفاسيلتي مانجمنت، انت ممكن تتفق عقد ان انت شغال
50 60 سنه وضامن، يعني مش هيلغوا العقد غير لو حصل مشكله لا قدر الله او المبنى وقع حاجه زي كده. فانت بتبقى شغال وواثق ان يعني وبعدين شغال في حاجه ما فيهاش منافسه، تمام. فموضوع الفاسيلتي مانجمنت ده من الحاجات القويه جدا. ده اسلوب الفاسيلتي مانجمنت التقليدي، ان انت عندك ورق كتير ومخططات. قابلني بقى لو عرفت انهي لوحه، وبعد كده نبدا نشتغل، وفي الاخر يقول لك لا ده انت شغال على لوحه قديمه يا عم، ما انت اللي بعتها لي. لا لا استنى ابعت لك حاجه جديده، طب انا ضيعت شهر بالشغل. فبنلاقي في ضياع كتير جدا في الملفات. في مرحله البلاننج لما نبدا نخش في مرحله الديزاين، في دروب بيحصل، وبعد كده نبدا نجمع المعلومات. نخش مرحله الكونستراكشن، طبعا حد ثاني مختلف، فبيحصل فقد المعلومات، ونقعد نشوف اخر لوح فين. الكونستراكشن الاوبريشن بيحصل تضييع الوقت، انما لو هو نفس الموديل واحنا شغالين فيه وبنعدل، فما بيحصلش الدروب دوت. وساعات ناس تيجي تقول لي احنا عايزين بيم، وهو اصلا عنده المبنى كله، يعني عنده المبنى بس بيقول لك ايه انا عايز اشتغل في الفاسيلتي مانجمنت بشكل قوي، فعايز اطبق بيم. فالمبنى موجود، انت بتيجي بقى بتبني الموديل وتبدا تدخله على برامج الفاسيلتي مانجمنت وتبدا تشتغل عليه. دي مراحل المشروع، بنبدا نكون المعلومات في مرحله الديزاين، مرحله البيلد، مرحله الاوبريت اند مانج، تمام. الفاسيلتي مانجمنت بنحط كل المعلومات، كل الاماكن، كل الاشياء اللي احنا ممكن نشتغل بيها، حتى ممكن الزرع نفسه، البلانت. الراجل يقول لك انا محتاجه، محتاجه ليه؟ يقول لك عشان عايز اعرف تواريخ الناس اللي هتسقي. فالفاسيلتي مانجمنت بالطريقه التقليديه، ان لما تحصل مشكله العميل يتصل وانا ابعت حد يعملها صيانه. لا الطريق ده سيء جدا، تمام. الافضل ان يبقى في تواريخ معينه، ببقى عارف ان هعمل صيانه امتى، وعارف القطعه الغيار هتغير امتى، اللمبه الفلانيه دي المفروض هتتغير كذا، ما سيبهاش لحد ما تبوظ، وهكذا. فده بيخلي المبنى بدل ما يقعد 10 سنين، لا ممكن يقعد 50 60 سنه، تمام. ليه؟ لانه عامل زي انسان بيهتم بنفسه، وبيروح كل يوم للدكتور او كل 6 شهور للدكتور، ويشوف ايه الامراض اللي عنده ويعالجها، ما يستناش لحد ما يفاجئ ان هو عنده مرض معين، تمام. فموضوع الفاسيلتي مانجمنت من المواضيع القويه جدا اللي اتمنى الناس تهتم بيها، ويعني ليها مستقبل يعني، تمام. فبنبقى محددين مين اللي هيعمل الصيانه والحاجات دي كلها. موضوع البيم يعني بيرتبط بالاي ار بي، اللي هو نظام اداره المخازن واداره الشركه وهكذا. فانا ممكن اقول له في اليوم دوت انا محتاج عدد معين من الابواب، هل عندك ولا لا؟ فيبص في السيستم، لو لقاها مش موجوده يروح مكلم الوكيل او مكلم السبلاير ان هو يجيب له الحاجه ديت. فما فوجئش ان انا عندي حاجه ناقصه، لا ده قبليها بشهر بيبدا يبعت ويقول له انا عايز النظام دوت، وده موجود في الزي بيلدر. موضوع البيلدنج اوتوميشن سيستم والانرجي مانجمنت سيستم، بنعمل موديل بحيث ان كل المعلومات تقدر تبقى موجوده فيه، تعمل سيلكت على اي حاجه. طب التقنيات ديت كانت بتشتغل زمان مع الكاد، بس اصلا الكاد ما تقدرش تعرف ايه العلاقه بين الدور الاول والدور الثاني، مفيش علاقه. العلاقه دي في دماغك انت، الكمبيوتر ما يعرفش ايه العلاقه بين الدور الاول والدور الثاني، علاقه غير شرعيه. ما يعرفش اللاينز دي بتاعت الحيطه ولا بتاعت الكيبل تري ولا بتاعت الشباك. الخطوط انت بتعرفها من خلال اللاير اللي موجود عليها، ومن خلال ان انت اللي رسم الحاجه ديت. بس هو بالنسبه له لو انت حطيتها على اللاير غلط خلاص، هو فهمها كده، تمام. هو ما فهمهاش، هو خطوط وخلاص، تمام. فدي اهم المشاكل. وطبعا يعني جزاكم الله كل خير ان انتوا استحملتوني الفتره الطويله ديت والرغي بتاعي. اتمنى ان انا اسمع الاسئله، وجزاكم الله كل خير. شكرا لحضرتك يا باشمهندس، شكرا جزيلا. الله يكرمك. لو في اسئله ممكن حد يتفضل يحطها في الشات بوكس. هو الحمد لله الناس كلها بتقول 2، محدش قال 1 خالص. الحمد لله. انا منتظر اسئله، حد مثلا ممكن يسال ازاي ندخل في موضوع البيم، ازاي ايه المشاكل، او ازاي يعني اي اسئله انتوا عايزينها تحت امركم، حتى لو خارج محاضره يا ريت، يعني مفيش مشكله. باشمهندس حسن بيقول باشمهندس امين بيقول بالرغم من مزايا البيم، ايه بقى بالرغم؟ طيب في سؤال بيقول انا طالب تالتة عمارة ازاي ابدا في البيم؟ تبدا في البيم
حاجتين، في جزء النظري ان انت تبدا تفهم فكره البيم وازاي نبدا فيها والحاجات دي كلها، والجزء الثاني ان انت تشتغل على اي برنامج من برامج البيم. سيبك من كتر البرامج، يعني لو انت اتعلمت 1000 برنامج مش هو ده المقياس. لو انت عارف برنامج واحد بس بشكل قوي وتقدر تعمل اللي انت عايزه بيه، ده ممتاز جدا. تمام، ابدا شوف ايه البرنامج المنتشر في الجزء بتاعك ايا كان الجزء بتاعك. يعني انا مثلا بعمل ايه، بدخل على لينكد ان واشوف ايه البرنامجين اللي بيتنافسوا مع بعض، مثلا ريفت والاركيد، واشوف انا المطلوب في السوق. يعني مره اكتب دوت في الوظائف ومره اكتب ده في الوظائف، انا مش بدور على وظيفه بس عايز افهم ايه اللي مطلوب في السوق. فلقيت مثلا الاركيكاد، خلاص هبدا اشوف كورس معين في الاركيكاد مرتب منظم وحاجات زي كده. ونقاط عامله كورسات مجانيه وكورسات غير مجانيه ممتازه جدا في الموضوع دوت، سواء في الجزء النظري او في الجزء العملي. في سؤال باشمهندس مينا، ايه البرامج اللي ممكن نشتغل عليها في البيم؟ حدث ولا حرج، عشرات البرامج عندك، مثلا الريفت، عندك الاركيكاد، عندك تيكلا، عندك عشرات البرامج. بس شوف ايه اللي مطلوب في السوق بدل ما تبدا تخش وتتوه بمجموعه البرامج، اتعلم برنامج واتقنه. تمام، يعني واحد بس، يعني ما الناس كلها لا انا عايز ابقى متميز هعرف 20 برنامج، لا هو برنامج واحد بس اللي احنا بنشتغل بيه، ولو الشغل طالب برنامج تاني بتعلمه. تمام، برنامج الريفت هو الميزة ان هو منتشر بصراحة، هو منتشر في الخليج، محتاج معرفة تامة البيم، محتاج معرفة تامة للريفت. لا ممكن ناس كتير تشتغل بيم بشكل قوي جدا واحترافي ما اعرفش حاجة في الريفت، شغال ببرامج تانية. الريفت مش هو البيم، البيم هي تكنولوجيا او فكرة ان انا احط كل معلومات المبنى على الكمبيوتر. الريفت برنامج من البرامج. تمام، بس خلي ان انت مثلا شغلت بالريفت باسلوب ان انا ايه، اي حاجه بعملها موديلنج. انا شفت الموضوع دوت، واحد مثلا بدل عايز يحط مكنه رسم مستطيل وحط وقال لك دي مكنه. تمام، مفيش توصيلات، مفيش حسابات، مفيش اي حاجه خالص. تمام، ده مش بيم، وانما ممكن تستخدم اوتوكاد مثلا ام اي بي وتعمل بيم بشكل كويس. محتاج ان انا اهتم بان كل معلومه احطها بضمير. ايه المجال المتاح فريلانسر، البيم ريفت ولا البلاننج بريمافيرا؟ الاثنين متاحين بشكل قوي جدا، بس البيم ريفت اكتر. تمام، لان البلاننج بريمافيرا بيحتاج ان انت تكون متابع معاهم، بس موجود برضه في مواقع كتيره جدا فريلانسر بتديك الاثنين. بالرغم من مزايا البيم، تمام مش مثلا كمل السؤال بتاعه، الا ان برنامج كاد ما زال مسيطرا بينزل، والملك له نفس الشركه. ما تفسير ذلك؟ هو تفسيره، انا كنت قاعد مع مسؤول اوتوديسك في الشرق الاوسط واتكلمت معاه في النقطه دوت، الكلام ده في 2009. تمام، نفس السؤال ده انا سالته له، قال لي احنا الشركه بتاعت الاثنين. تمام، والكاد مبيعاته اكتر من الريفت حتى الان، حتى 2021. تمام، الكاد مبيعاته اعلى. ليه؟ لاسباب كتيره جدا. اولا الكاد مش مجرد بس بيستخدم في المباني، بيستخدم في شركات كتيره جدا. في شركات كتيره جدا خايفه من موضوع الانتقال، عشان كده المحاضره بتاعت النهارده، هل هو فعلا ترند مجرد اسم بيتبادل كتير ولا هو ليه فوائد؟ وبعدين حصل اكتر من مره ان ناس تتبنى فكره البيم شركه بس ماشيه بخطوات مش مظبوطه. يعني ايه ماشيه بخطوات مش مظبوطه؟ يعني في كتاب انا كنت عامل اسمه بيم امبلمنتيشن، ازاي نطبق البيم في شركات، ازاي نتبناه. هو راح جاب مشروع كبير قوي والمطلوب فيه بيم، فبدا يشتغل بيم مشروع كبير مش واحده واحده. الناس كلها ما فيش ولا واحد عنده ليه خبره بالبيم، قال لك يا عم يخشوا على اليوتيوب وياخدوا كورس وحاجات زي كده، واشترى البرامج كتيره جدا وحاجات زي كده. فلا، ليها خطوات معينه لازم نمشي عليها لو احنا عايزين نتبنى البيم بشكل قوي. اقدر احنا قلنا هنتبنى البيم، بس احنا كذا شركه، وشركه بتعمل الشغل المعماري وشغل الانشائي وشغل ام بي، وحصل في مشروع وقال لك لا انا مش هسلمك الشغل في الاخر خالص، يا عم احنا لازم نعمل كوردينيشن مع بعض. لا انا حسب العقد انا هسلمك الشغل. خلينا افتكر لك التاريخ بالظبط، لان انا بتكلم في حاجات عمليه مش نظري. كان قال لك انا المفروض ان انا اسلمك الشغل في شهر ابريل. تمام، يا عم احنا لازم نتبادل معلومات. لا انا في ابريل هديك الشغل. فدي من ضمن المشاكل. يعني في بعض الحاجات المعوقات اللي بتطبق الموضوع تطبيق البيم دوت، الناس خايفه من اي حاجه جديده. الناس بتقول لك انا الاوتوكاد كسبني ملايين، فايه اللي يخليني اروح لاسلوب جديد؟ موضوع اللي اتطبق كذا مره بشكل خطا بدون ما يكون في حد بيقوده، ده بيعمل مشكله كبيره. في باشمهندس اسامه العزازي حبيبي، اللي بقى مستقبل البيم كشغل في مصر والوطن العربي، ليه مستقبل كويس جدا لان اصبح اجباري في مشاريع كتيره جدا. يعني مثلا في قطر مفيش قرار من الحكومه، انا كنت من ضمن الفريق المسؤول عن موضوع تطبيق البيم في قطر ولا لا، مع مجموعه من الساده الافاضل. يعني
كان فعلا ممكن نطبقه، بس احنا قلنا لا خليه. ففكره ان هو يبقى اجباري في الدوله مطروحه، بس احنا قلنا لا، لسه في نقص في الانفورميشن، او لسه الناس مش كلها، لو احنا صدرنا القرار هتحصل ذبذبه في الاسواق وهيرفضوا ناس ويعينوا ناس وحاجات زي كده، فقلنا لا اجلوها شويه. تمام، بس هو ليه مستقبل، واصبح او الحل البديل ان المشاريع الكبيره تنزل مطلوب فيها بيم، يعني مش هتشتغل مع هنا اسمها اشغال، اشغال مش حدش هياخد منها مشروع من المشاريع العملاقه غير لما يكون بيم. واحنا عارفين دي مش عيب ولا حرام، ان تقريبا يعني 90% من الشغل بيبقى مع الحكومه، الشغل التقيل مع الحكومه، غير بقى لو انت بتدور على فيلا هنا وهنا، لا هي المشاريع الضخمه جدا مع الحكومه، سواء في الامارات، قطر، امريكا، اوروبا، اي مكان هتلاقي المشاريع، سواء الدول الراسماليه او الشعوبيه بتلاقي فيها نفس الفكره دي. هل اهميه البيم تبدا مرحله التصميم والتنفيذ؟ لا، مرحله التصميم من اول مرحله التصميم. ساعات في مشروع دخلنا في مرحله تنفيذ زي مول قطر، تمام، بس الافضل ان انت تكون في مرحله تصميم تحل المشاكل. احنا في مرحله التنفيذ كنا بنحاول نجري معاهم بحيث لو في مشكله نلحقهم ونسبقهم ونقول لهم عليها قبل ما تتعمل، بس لو انت في مرحله التصميم هتكتشف المشاكل وتحلها، وهو نفس الموديل يعني نفس التكلفه هتبقى واحده، فليه ما استفدتش منها في مرحله التصميم؟ في كورسات مجانيه قويه جدا على موقع نقاط global.com، ممتازه جدا، وفي كورسات غير مجانيه برضو ممتازين جدا. يعني لما بنلاقي حاجه تبع استاذنا احمد القوسي ما بنفكرش يعني من غير ما نشوفها. السؤال برضو تاني، الملك لهم نفس الشركه ونفس ذلك، هم بيكسب من الاثنين. طب خلينا بقى نغلط بقى واللي يحصل يحصل. طيب بص، شركه اوتوديسك من الشركات اللي ممكن تشتري اكتر من حاجه منافسه وتخلي الاثنين موجودين، تمام، يعني هي شاريه 3 دي ماكس وشاريه المايه، هي ما بتعملش حاجه، بتشتري والاثنين نفس الخدمات. يعني انا يعني ما فيش حد بيقول لك انا اتعلم 3 دي ماكس ومايه في نفس الوقت، لانهم الاثنين تقريبا بيعملوا نفس الحاجات او نفس الامكانيات وقريبين من بعض، فهي بتبيع الاثنين. هو اوتوديسك اكتر يعني تاجر اكتر من مبرمج، فهي بتشتري وتقوي الاثنين، وهو ما دام هيكسب من الكاد مش هيموته، تمام، وحتى الان هو بيكسب من الكاد اكتر من البيم. لو شركه مش بتبني الفكره ومحتاجه تتحول للبيم، ايه الخطوات؟ مش مهندس احمد. طيب محتاجه اولا ان هم يبداوا يدرسوا الموضوع بشكل قوي. احنا بنعمل دراسه للتحول، بمعنى ايه؟ بنبدا نشوف ايه المشاكل اللي ممكن تواجهنا. ممكن يكون المشكله في حاجه تافهه جدا، الاسلاك بتاعه الكيبل اللي بيوصل النتورك، هو ده المشكله. يعني مش المشكله في الاجهزه ولا المشكله في الراوتر، لا ده المشكله في الاسلاك بس اللي بتوصلها. فلازم بنعمل تقييم للشركه من ناحيه الاشخاص، ونبدا نشوف مين الناس اللي متبنيه الفكره، لان في ناس كتير بتعوق تبني فكره البيم، تمام، او بتعوق تبني اي تكنولوجيا جديده، تمام. فمحتاج ان انت تتبنى الفكره، تبدا تشوف مين الافضل الناس اللي ممكن تعتمد عليهم، تبدا تشوف مشروع مش مزنوق في الوقت، تبدا تشوف مشروع صغير خالص وتبدا بيه. احنا مثلا في شركه الديار السعوديه كان تبنينا مثلا موضوع البيب ده، وعملنا مشروع ضخم جدا، سجون، يعني بس سجون في اي بي السعوديه. كان اول حاجه بدانا بيها كانت عباره عن غرفه وحمام اللي هي بتاعت الحارس. يا عم تبدا بغرفه المدير، لا خليك واحده واحده وما تستعجلش وحاجات زي كده، تمام. بدانا عملنا ديت، مش الشركه كلها، الشركه كلها شغاله في المشروع كاد، واحنا بس ايه فريق من كل قسم واحده او اتنين. خلصناه بدانا ندخل تاني وهكذا، تمام، وهكذا. ايه برامج الفاسيلتي مانجمنت؟ في برامج كتيره جدا، احنا كنا عملنا محاضره خاصه بكده موضوع الفاسيلتي مانجمنت. في برنامج تبع اي بي ام متخصص في الفاسيلتي مانجمنت. هي مشكله البرامج بتاعت الفاسيلتي مانجمنت انها غاليه، تمام، يعني بصعوبه جدا لما يديك نسخه. يعني في برنامج مثلا اشتغلت بيه كان اسمه بيم ايه، كان اسمه يعني بتاع عن اسم الاسم، يعني احاول اختصر لكم احسن 10 برامج مثلا في موضوع البيم دوت. طيب خلينا اشوف لك، انا كنت كاتب قائمه بيهم، تمام. الفكره كلها ان انت تبقى فاهم الفكره كلها بتاعت الفاسيلتي مانجمنت، مش مجرد برنامج، لا الموضوع ازاي اربط الاجهزه بالفاسيلتي مانجمنت والحاجات دي كلها.
يعني مثلا شركة سيمنز عاملة برامج خاصة بيها، لما انت بتشتري المنتج بتاعها بيبدأ هو يديك البرامج الخاصة بكده. تمام. طيب خلينا نشوف لك احسن برامج. هو النت بس مهنك شوية. طيب ايه هي الاجراءات المتبعة للبيم يونت؟ لازم اولا تشوف تقييم الناس وتبدأ تختار البيم يونت اللي معاك اللي هيشتغلوا في فكرة البيم. تمام. يعني تبدأ تكون اول فريق، الناس اللي هي كل الناس هتشتغل بيم بس واحدة واحدة. كمستقبل بيم في مصر والوطن العربي مطلوب جدا، يعني مطلوب، بس هي الفكرة كلها ان كله بيدور على حد يكون عنده خبرة. فانت تعمل ايه؟ تبدأ تشتغل في اي برامج تدريبية حتى لو مش مطلوب منك. تمام. انا طفي التكييف عشان الصوت، بس الجهاز بدأ يسخن، بس استأذنكم بقى اشغل التكييف شوية. تمام. طيب طيب هو الداينامو في الريفت شغلته ايه بالظبط؟ هل هو مفيد بالنسبة للبيم؟ اه، الداينامو هو لغة، او يعني هو برمجه بدون لغه برمجه، يعني ما بتقعدش تكتب شفرات كتيره جدا. تمام. لا، بتربط بس الحاجات ببعض، هي تعتبر برمجه مرئيه. تمام. فبيبقى سهل جدا ان انت تبرمج بدون ما تقعد تكتب اكواد او تحفظ شفرات او تتعلم سي شارب والكلام ده كله. طيب ايه علاقه البيم بالريفت؟ علاقه كويسه جدا. يعني هو البيم هي النظريه، والريفت هو البرنامج. زي ما اتكلم ايه، برامج الدوكومنت اللي هي البرامج الدوكومنت، البرامج الكتابه، منهم برامج الوورد. فبرامج الدوكومنت بتتكلم عموما، انما الفكره نفسها كذا، او اداره المشاريع مثلا، او البلاننج هو مقابل للبيم، البرامج بتاعته البرامافيرا ومقابل ليه مثلا الريفت. هل الريفت زاد النفس كافي؟ اه كافي، مش لازم تتعلم 500 برنامج، احنا مش داخلين منافسه مع بعض. تمام. هل يشترط ان انا اكون ان انا اكون مبرمج عشان اشتغل في البيم؟ لا خالص خالص، يعني بشرط خالص. تمام. لو عارف برمجه بتفيدك ان انت توفر وقت، يعني الشركات مش بتعين مبرمج، لا هي بتتميز عن الاخرين. يعني انا ساعات انا شغال مثلا في البيم بس واجهت مشكله، فبدل ما اضيع فيها وقت، لا بعرف ان انا اعمل حاجه سريعه تحل لي المشكله. تمام. يعني مثلا طبعا في الكاد كان بيواجهنا مشاكل كتير بنقعد نبرمجها، في البيم بدأت الموضوع يقل شويه. يعني من خلال الداينامو مثلا، كان عندي مثلا عماره كبيره جدا، مثلا 70 دور حاجه زي كده، وهو كاتب كل فيو اي ار كذا اي ار كذا. فبالداينامو غيرت، عملت دبليكيت وعملت الاي ار، خليته اس تي ستراكشر، و اصبحت الموضوع ما خدش وقت كتير. يعني تمام، بدل ما كان هياخد مثلا وقت طويل عشان تعملها مانوال، لا لقينا حل ليها. طيب ايه الموقع المنصات اللي حضرتك ترشحها لدراسه الاكواد والستاندرد التعرف عليها في البيم؟ في كتير جدا، يعني الاكواد خليك مع الايزو بقى، عشان هو الايزو ظهر بشكل قوي 19650، والكود المصري المفروض نقراه وهكذا. طيب انا طالبة ماجستير ومهتمة بالتايم مانجمنت، وهل حضرتك ممكن تساعدني في اني ادرس مجموعة مشاريع يتم تنفيذها من غير البيم ولما تم تطبيق خاصة في تنظيم الوقت؟ في ابحاث كتيرة موجودة في الموضوع دوت، يعني بندخل على جوجل سكولر بنلاقي ناس كتيرة عاملة مشاريع زي كده بشكل قوي. طيب هل تم عمل، يعني بنحكي البيم هي طريقة عمل وكيفية ترتيب العمل وتطبيقه بالبرنامج، دي من ضمن المزايا. هي فكرة البيم باختصار ان انا بدل، يعني بدل ما بعمل الحاجة على الحقيقة، بعملها على الكمبيوتر الأول، فلو في أي مشكلة أقدر أكتشفها. تمام. بدل ما بضيع وقت كتير وفي الآخر ألاقي مشكلة، لا هي
يعني انت مثلا عملت فيلا وبعد كده الراجل قال لك انا اخويا عايز يعمل نفس الفيلا، فانت عندك كل المعلومات. فبدل ما تعمل فيلا وبعد كده تعمل فيلا تانية عشان تاخد خبرة، لا بتعملها على الكمبيوتر وتبدأ تكتشف المشاكل وتحلها. ممكن لينك الفيديو بتاع ازاي تطبق البيم في الشركات، هو موجود على قناة بيم اريبيا. طيب السؤال ده، الشهادات الموجودة في البيم من البري او البريم او الار اي سي اس، هل هي مشترطة لإيجاد وظيفة مرموقة بالبيم؟ لا مش شرط. تمام، الشهادات مشكلتها يعني بالذات في مصر عشان موضوع التعويم وكده غالية جدا، غالية جدا. تمام، ف يعني هتلاقي كورسات في نقاط بسعر معقول او في اي مكان او يعني. تمام، يعني خلينا نفكر بشكل عملي، سيبك من الكلام النظري والشهادات والحاجات دي. انت دلوقتي لسه متخرج او متخرج بقالك فتره، وبعد كده تلاقي شهاده مثلا ب 100,000 وشهادات ب 200,000 وحاجات ارقام مهوله، فانت تدرس تشوف هل فعلا انا محتاج الشهاده دي جدا. تمام، يعني ممكن انت رايح تقدم على بيم مانجمنت فهتفرق معاك في الشهاده، فخلاص ما هتدفع المبلغ ده في مقابل ان انت تاخد شهاده دي. مفيش يعني الشهادات دي مفيش فيها حاجه سر او مفيش فيها حاجه مش موجوده في الشرح في الحاجات اللي هي موجوده بالعربي. تمام، فانت بتقعد تدرس هل انا محتاج فعلا ان انا اخد شهاده من الاماكن دي ولا لا. لو فعلا محتاجها خدها. تمام، بس انت اوزن الاول. تمام، ازاي تترقى في البيم من بيم معماري او انشاء البيم كوردينيتور؟ اول حاجه اتعلم البرامج بتاعت البيم كوردينيتور زي نفس وركس، احضر الاجتماعات، ابدا اتطوع بان انت تحل المشاكل، ادرس ازاي نحل المشاكل. تمام، اتعلم من حد يكون بيم مانجر كويس او بيم مانجمنت كويس. تمام، يعني انا استفدت مثلا ان انا اشتغلت مثلا مع مهندس احمد القوسي ومع معاذ النجار ومع ناس كتيره جدا استفدت منهم في الشغل بتاعي. طيب نكمل. ازاي نتعلم البيم بطريقه حلوه؟ اختار برنامج كويس زي برنامج الريفت او الاركيكاد، اوروبا اغلبها بيشتغل بالاركيكاد فتقدر تتعلمه وتستفاد منه بشكل قوي جدا. اعمل كذا مشروع مع نفسك وحاول ان انت تطلع شغل كويس وخلي حد يراجع عليه، حتى لو حد ده مش في البيم، احنا المهم البيم ده مش سر او كذا. انت ممكن تشوف حد يكون خبره كويسه فيطلع لك غلطات تكنيكال فتبدا تشوفها وتحاول ان انت تصلحها. تمام، طيب بالرغم من وجود هذه التكنولوجيا من اكثر من 30 سنه الا انها لا تزال تحبو في تطبيقها في مصر وفي العالم كله لسه بتحبو ليه؟ طيب ازاي نخليها تتعمم في مصر؟ هو التبني التكنولوجيا البيم على مستوى الدوله بيتم من خلال 3 حاجات. اول حاجه من فوق وده الاقوى، ان الحكومه تفرضه. تمام، الحكومه بتقول لا انا المشاريع كلها هستلمها بيم، وده حصل في دول كتير جدا. الحاجة التانية إن من تحت يجي السبلاير يقول لك والله أنا جايب لك الفاميلي هيت وحاجات زي كده. تمام، لو حد يعرف ليه مسميين الريفت فاميلي يقول، ليه مسميين البلوكات اللي موجودة في الريفت بيسموها فاميلي يكتبها في الكومنتات نستفاد منها. تمام، هي ليها قصة صغيرة كده. تمام، الحالة التالتة، تمام، ان الشركات بتغير من بعض. شركه لقت ان البيم متنفس بشكل قوي فتبدا تقول لك واحنا يعني اقل منهم تعالى ندخل، فيبداوا ايه يتبنوا فكره البيم. الاقوى ان الدوله نفسها هي اللي تقول لك احنا هنتبنى فكره البيم. هل في شغل فريلانسر لكونستراكشن سيموليشن؟ كل البرامج اللي انت تتوقعها هتلاقيها كتير جدا. خش على موقع ابورك وهتلاقيها كتير جدا، موقع فريلانسر، في مواقع كتير جدا مركزة على الموضوع ده. رسالة الماجستير تركز على المشاكل الناتجة عن التصميم من الأول، وإزاي تطبيق البيم بأثر يأثر في الوقت تنفيذ المشروع. كنت محتاج مجموعة مشاريع أقوم بتحليلها وإثبات أهمية البيم في دخول المشاريع مراحل التصميم. مفيش مشكلة، ممكن نتعاون فيها ونبدأ نشوف مشروع كده نطبق فيه. تمام، هل أبدأ دراسة البيم ولا البرنامج اللي بيهيألي نستخدم طريقة البيم؟ لا، أبدأ خد فكرة البيم، لأن أنت لو استخدمت البرنامج وأنت مش فاهم فكرة البيم ممكن
تعمله باسلوب كده. فافهم بس فكره البيم هي موضوع بسيط جدا، يعني اللي احنا قلناه النهارده هتلاقي فيه جزء كبير جدا من فكره البيم، يعني ليه احنا اتجهنا لموضوع البيم وايه المشاكل اللي البيم بيحلها وحاجات زي كده. تمام. هل اهميه البيم تقتصر على اكتشاف الكلاشنج فقط ام دخول في تفاصيل معماريه؟ لا، بيدخلك في تفاصيل معماريه بسيطه وكل التفاصيل بتبقى موجوده. تمام. يعني الفكره كلها انت بتبدا تحدد ايه درجه التفاصيل اللي انت عايزها. على سبيل المثال مثلا في موضوع الكلاشات، في مرحله ديزاين بنركز على موضوع الكلاشات القويه، مثلا التكييف مع الاستراكشر مثلا، انما مع البايب مع الحيطه يقول لك لا مش هنركز عليها، بنبدا نحلها في مرحله الكونستراكشن لان احنا بنعمل الفتحات. تمام. لو الطالب عايز وعارف ريفيت ازاي اتدرب على البيم، طبق البيم في الريفيت، يعني ابدا شوف كده الافكار. على فكره في تريكات كتيره في قلب الريفيت، حاول انت تتعلمها، واهم حاجه ازاي تشتغل مع بعض كفريق. تمام. في حد مشكور كتب اسامي البرامج اهيت، ماكسيمو، ده اللي انا عمال افتكره، ماكسيمو وبيم 360. اوبس، هم لغوه وعملوا حاجه تانيه، الاوتوديسك بيم 360 اوبس اللي هو الاوبريشن لغوه وعملوا، هينزل واحد تاني الاسبوع ده ان شاء الله او الشهر ده. تمام. اللي هو تاندم، ايوه صح كده، ده باشمهندس المعتز بالله سالم، الف شكر. تمام. ايه البرامج الخاصه بالاستدامه وليها علاقه وليها كورسات للبيم على اليوتيوب لهذه البرامج؟ البرامج الخاصه بالاستدامه، طيب خلينا ناخد بالنا من نقطه معينه. تمام. ان اقوى ميزه دلوقتي ان اصبح برامج البيم بتدي لبرامج الاستدامه، يعني مش لازم اروح لبرنامج بيم استدامه، لا، يعني الريفت في حاجات كتير في الاستدامه. تمام. الريفت في حاجات كتير جدا في الاستدامه، دراسه خلينا نفتح كده الريفت. تمام. عم شير. تمام. لو انت جيت هنا في الاناليسيز اهو، وده برنامج الريفت، هتلاقي في حاجات خاصه بالاناليسيز شغل جديد قوي جدا في موضوع الاناليسيز دوت. الجهاز هنك. طيب هتلاقي حاجات كتير جدا خاصه بان انت تدرس الانرجي اوبتمايزيشن، وان انت تدرس الشمس وتدرس الظل وتدرس كل الحاجات ديت، حتى ممكن تشغل من هنا موضوع الشمس والظل وتعمل لها دراسه، ودي موجوده من اقدم الاظهارات في الريفت، يعني تقريبا انا فاكر انا شفتها في 2009 تقريبا حاجه زي كده. تمام. ان انت تعمل دراسه للشمس موجوده جوه برنامج الريفت. برنامج الاركي كاد جواه حاجه اسمها ايكو ديزاين، فبيديك امكانيات حلوه جدا. تمام. فهي دراسه للشمس هي ودراسه كل حاجه انت ممكن تحتاجها، ممكن يديك دراسه لي لو حصل حريق ازاي اهرب. على فكره المهندس المعماري لازم يدرس كود الحريق جدا. تمام. يعني لازم هو بيعمل التصميمات بتاعته يكون ماشي على كود الحريق ودارسها. تمام. فهو مديك امكانيات حلوه قوي، ومديك ان انت تعمل دراسه لللايتنج وللسولار، كل الحاجات دي موجوده في ريفت من غير برامج. بس انا من رايي البسيط المتواضع والذي لا يؤخذ به في اي محفل علمي، ادي العيش الخباز، خد بعد ما تعمل الشغل البيم وكده ادي البرنامج متخصص في دراسه الحاجات ديت. يعني هنا هو بيفحص لك على البرامج المتخصصه على موقع انسايت 360، وبيفحص لك على الموقع بتاع اوتوديسك جرين وهكذا. بس يعني الاحسن ان انا اخد الشغل ده واديه مثلا ديزاين بيلدر، اديه البرنامج ما بيعملش حاجه غير التحليل. البرامج كلها بدات تقبل من الديزاين بيلدر، او يعني برامج البيم بتدخل على برامج التحليل الحراري والتحليل الانشائي والتحليل كلها، بتتبادل المعلومات بدون اي مشكله خالص. تمام. طيب باشمهندس معتز بيقول ايه الفاميلي يا قلب الريفت اللي تبدو لا يمكن انشاء مشروع على برنامج الريفت؟ ترجمه حرفيه للعائله. هي الفكره كلها زي ما باشمهندس معتز بيقول، ان انا لو علمت على اي عنصر عشوائي، هو انا مش عارف اعلم على ايه، علمت مثلا على باشمهندس على اي عنصر مش عارف علمت عليه، بتلاقي مثلا الفلور في خصائص مشتركه بين كل الفلور الموجود، وفي خصائص اللي هي بتجيبها من ايد الطيب، وفي خصائص بتختلف من فلور لفلور. فهي نفس فكره العائله، ان بيبقى في خصائص متوارثه او خصائص مشتركه وفي خصائص مختلفه. دي فكره ليه هم مسميين الفم باشمهندس المعتز بالله
مشكورا من قلبي. هو لا في مقربي. تمام. حابة اتعلم بيم بس مش عارفه ابدا ازاي، ممكن حضرتك تقول المفروض ابدا اشتغل مع نفسي ازاي، او لو في محاضرات للتعلم؟ طيب حضرتك يعني انا هخمن معماري، تمام، ببدا اركز على ريفت معماري، بلاش الريفت المهندس المعماري يخش في ريفت الانشائي ويخش على الام اي بي، تمام. انا خمنت معماري مش عارف ليه. طيب ببدا اشوف البرامج القويه في البيم وابدا اركز عليها. هنلاقي في شرح، بس اللي يدور في اليوتيوب ما ياخدش فيديو من هنا وفيديو من هنا وفيديو من هنا، لا يركز على ان هو ياخد بلاي ليست كامله، او يدور على الكورس كويس. يعني طبعا باشمهندس احمد القوسي من افضل الناس اللي شرحت فكره البيم، ومن اوائل الناس اللي شرحت فكره البيم وشرحت فكره الريفت المعماري. فببدا اشوف مثلا كورس كامل. المشكله ان واحد بيشتري كذا كورس ويتشتت بقى، يسمع من هنا درسين ومن هنا درسين ومن هنا درسين، ده وقت. ركز ان انت تاخد كورس من اول لاخره، وبعد كده بعمل مشروع. انا بطبق على طول، انا كعمر لو ما طبقتش بنسى، ما اعرفش عاملين ازاي. بس انا خدت مثلا كذا كورس مثلا في ال 3 دي ماكس، ولان انا ما طبقتش، لان انا ما احتجتهاش في شغلي، ما يعني لو فتحت الماكس اتوه ما مش فاكره وهكذا. فهي محتاجه ان انا اطبق، حتى لو الشغل بتاعي مش محتاج. يعني انا اول ما بدات الكلام ده في 2009، يعني اقول لهم نعملها لكم بيم بنفس سعر الكاد، يقول لك لا انا عايز كاد بس، مش فاهم ايه البيم، ومش عايز ومش عايز. فخلاص كنت بعملها بيم واروح مسافر له كاد، وانا في المشروع مطلوب مني حاجه معينه بعملها، حتى لو انا في المكتب الفني او في الكونستراكشن او كده. ببدا اشتغل عليها بيم وابدا اطبقها بيم واستفاد منها، تمام، واحده واحده ماشي ايديا لحد ما تجيلي فرصه ان انا اشتغل في شركه بيم. الفكره البيم مش ان انا يعني انا استفدت حاجه فلوس او كده، بس الفكره كلها باشمهندس هاني مشكور، حط الراجل بتاع دبلومه البيم بتاعت باشمهندس احمد القصي. الفكره كلها ان هي تكنولوجيا بتوفر وقت كتير قوي، وتكنولوجيا منطقيه. يعني هقول لكم على مره مهندس معماري كنا قاعدين مع بعض كده في كافيه، فقال لا انا بكره البيم خالص. قلت له دي حريه شخصيه، يعني مفيش مشكله خالص. ليه؟ قال لي ما بعرفش اضرب حاجه في الكاد، انا ممكن اروح مغير دايمنشن واكتب اي حاجه خالص، فانا بكرهه عشان مش هيديني فرصه ان انا اطلع ارقام مضروبه او حاجات مضروبه وبتاع. قلت له لا تعالى انا اديك كورس ازاي تضرب الشغل بتاعك. فهو فعلا يعني بتعمل حاجات منطقيه، بتاخد سيكشن يطلع لك كلام مظبوط، الحاجات دي كلها. يعني مثلا ده فيلا مثلا لسه ما خلصناش، يعني ما كنتش عاملها مش فاتح عرفت عشان المحاضره، بس هي معموله. بس مجرد اخد سيكشن في اي مكان اهوت، تمام، واقول له رايت كليك واقول له جو تو فيو، فيبدا يوريني السيكشن للمبنى ده في اي مكان، تمام. لو خدت سيكشن هنا هيبدا يظهر لي التفاصيل اللي موجوده هنا والحاجات دي كلها، تمام، فيبدا يجيب لي الشغل بتاعي. لو في اي حاجه غير منطقيه ابدا اشوفها، ابدا اكتشفها، الحاجات دي كلها. تمام. طيب في حد عنده أي أسئلة؟ في حد عايز يسأل سؤال؟ طيب ندخل المناقشة كده مع بعض. طيب يبقى احنا عندنا ثلاث انواع من انواع تبني البيم بالنسبه للدول. لازم يبقى عندها زي كود معين او تتبنى كود معين، الحاجات دي كلها. باشمهندس جابر بيقول مؤسسه نقاط عن تجربه شخصيه، كورس محترم وشرح وافي، وكمان كل البرامج الطبيه اللي عمل ليها. طبعا اي حاجه باشمهندس احمد القوسي يعني من غير ما نفتحها بتبقى جوده زي كده. دكتور احمد خالد توفيق يعني علامه مسجله. شكرا لحضورك. مهندس كهرباء ممكن تستفيد منها؟ طبعا، تمام. خلي بالنا من حاجه، المبنى عامل زي الانسان، تمام، عامل زي الانسان، المبنى عامل زي الانسان، والمدينه عامله زي الانسان. ف ما ينفعش يبقى في انسان اللي هو يعني عنده جلد وعنده عظم بس ما عندهوش الدم اللي بيمشي. هو المبنى كده، ما ينفعش اعمل مبنى بيم واقول انا عامل الكلادنج اللي هو الجلد
وعامل العظم اللي هو الاستراكشر، بس نسيت احط القنوات بتاعت الدم والوريد والحاجات ديت، لازم كتله كامله بدل ما اكتشف المشاكل. تمام، بدل ما بعد كده اكتشف ان في مشكله معينه، لا نقدر نعمل مبنى كامل متكامل، نبدا كل الاجزاء. ما ينفعش يحصل ان في الجلد ماشي في مكان والعظم ماشي في مكان والدم ماشي في مكان والرئه في مكان، لا لازم كلهم يكونوا موجودين مع بعض. في حد باشمهندس حسن بيسال، ينفع اشتغل في التصميم المعماري والبيم مع بعض ولا حشد النفس؟ ما هو ما فيش حاجه اسمها بيم مستقل عن التصميم المعماري. انا البيم ده اداه، البيم ده اداه مش حاجه مستقله، مش سحر ولا شعوذه، لا البيم ده مجرد اداه. تمام، فانت لازم وانت شغال تصميم معماري تستخدم البيم، وانت شغال في تصميم انشائي تستخدم البيم، وانت شغال في الكهرباء تستخدم البيم، توفر على نفسك الوقت. تمام، هو اداه مش تشتيت. تمام، يعني ما ينفعش واحد يقول ايه انا شغال بيم بس مش هدرس، خلونا بقى نضرب بقى. انا هشتغل بيم بس مش هدرس نظريات العماره، امال هتصمم ازاي ولا هتشتغل ازاي ولا هتشتغل موديلر؟ ما انت لازم تفهم فكره التصميم المعماري وفكره التصميم الانشائي لو انت مهندس انشائي، فكره الحاجات الكهرباء. في ناس كتير بتدخل في مجال البيم وينبهر، واو ده انا بعمل حاجه ثلاثيه الابعاد، وينسى ان هو يتعلم النظريات بتاعت الشغل بتاعته، او ياخد خبره عمليه من الناس اللي اكبر منه في السن. الناس دي كنوز، يعني الواحد لما بيشتغل معاها بيتعلم كتير جدا. تمام، فلازم تقعد مع الناس وتتواضع وتتعلم منهم وتستفاد منهم من الخبره بتاعتهم. ما تفرحش ان انت بتعمل حاجه ثلاثيه الابعاد وغلط، مش عامل الحسابات بتاعتها مظبوطه. تمام، او ما عندكش السنس ان انت تعرف هل الارقام دي مظبوطه ولا لا. فمفيش حاجه اسمها اشتغل دي ولا دي، لا لا أنا لازم اشتغل في التصميم المعماري باستخدام تكنولوجيا البيم. بدل ما كنت تشتغل بايديك ورقه وقلم، خلاص بقى معاك على الكمبيوتر كاد، بعد كده جات لك تكنولوجيا بتوفر لك، بدل ما كانت بترسم خطوط بقى يقول لك ارسم حوائط، ارسم شبابيك، ارسم وهكذا، فبيخليك ترسم حاجات اقرب للواقع. هو يعني فعلا بتلاقي حاجات واقعيه. بمناسبه المهندس المعماري اللي بيقول لي ما بعرفش اضرب شغل، وان شاء الله نعمل لكم دوره ازاي تضربوا الشغل في البيم. كان برضه مهندس ام اي بي وكان معترض تماما على شغل البيم في الشركه. تمام، ليه؟ هو في الشغل بتاع الكاد كان بيرسم حوض ويرسم خط من تحت الحوض ويقول لك كده انا وصلت. في شغل البيم لا، ما انت لازم تعمل التراب وتنزل وتلف وتدخل في الحيطه وتخرج، لازم يكون فاهم. تمام، في دكتوره سميه طه، شكرا باشمهندس احمد القوص على النشاطات الجميله والمفيده، بارك الله فيكم ونفع بكم، جزاكم الله كل خير. ايه الاسئله تاني؟ حتى لو في سؤال انا جاوبته بشكل مش مقنع، حد يساله تاني ونحاول ان شاء الله نحاول نحل مع بعض او نجاوب عليه باذن الله مع بعض. طيب في حد عنده أي أسئلة أو في أي استفسار في أي حاجة؟ طب في كود نزل في البيم، باشمهندسة فاطمة، في كود نزل في مصر للبيم، وانا حضرته على ما اتذكر، كان المناقشه يعني كان في مركز بحوث البناء. طبعا اسامي اللي عملت الكود اسامي عملاقه واسامي لها كل الاحترام والتقدير، دكتور كريم الدش ودكتور نخاف بس انسى حد يزعل يعني، بس دكتور محمد المهدي وهكذا، يعني مجموعه اسامي ما شاء الله، يعني كلهم عمالقه وكلهم اساتذتنا يعني. والكود نزل اعتقد في ابريل 2020، هو المناقشه كانت اعتقد كانت في ان لم تكن الذاكره يعني كان في نوفمبر 2019، كنت انا نازل قدرا يعني، فشرفت بالحضور يعني
كل الاحترام والتقدير يعني للناس اللي عملت الكود وشاركت فيه، يعني كلهم ناس أقوياء جدا. تمام. طيب في أي أسئلة تانية؟ تقريبا باشمهندس معتز حاطط رابط لتحميل الكود بخمم. طيب في حد بيسأل إن هو إزاي نستخدم الداينامو كبيم مانجر؟ الداينامو بيوفر لك وقت إن أنت تقعد تتعلم برمجة، يعني لو أنت قوي في السي شارب هتعمل حاجات حلوة أوي. الداينامو بسهولة جدا بتدخل تربط الحاجات ببعض، يعني بما إن أنا فاتح الشاشة خلينا نخش مثلا على قائمة مانج. تمام، قائمة مانج وأقول له داينامو، وهتلاقي عندك هنا مثلا داينامو بلاير، ده بيشغلك الحاجات الجاهزة. تمام، خلينا نشوفها سريعا مع بعض. نشوف كده في حد عنده أي أسئلة. باشمهندس وائل بيقول أنا مش عارف إيه ماشي، لو ينفع حضرتك تقول لنا ايه المقصود. طيب يعني استاذ مش مسامح الكوسي يفتح المايك لو حد عايز يسأل. طيب بص، داينامو بلاير اهو، خلينا نختار مثلا في حاجات جاهزة جاية مع البرنامج، مش مسطر حاجة مخصوص او مفيش حاجة سبيشال. خلينا نخش مثلا في الاليفيشن. بقول له مثلا انا عايز اضيف ليفلات فوق السيلكت ليفل. تمام، ممكن تختار دوت وتقول له شغل، بيقول لي هيبدا بقى ايه يسالك بعض الاسئله. بيقول لي اقفل دوت عشان ابدا اشتغل خلاص. انا اسمع كلامه. تمام، تبدا تحدد ليفل وتختار مثلا ان انت عايز تعمل 20 ليفل فوقيه مثلا، بدل ما تعملهم واحده واحده هو يعملهم لك كلهم، فده بيوفر عليك الوقت. احسب لي اطول مسافه للسلم هروب، بيقول لي انت عايز تعمل كام واحد، انا عايز اعمل مثلا 7. سيلكت ليفل، اخترت مثلا دوت. تمام، المسافه اللي بينهم طبعا انا ما اعرفش في المسافات اللي هي بالفيت والانش والحاجات ديت، بس خلينا نقول مثلا 200 زي ما تحصل، هو اكيد رقم غلط يعني لان انا ما اعرفش الصراحه. تمام، هنقول له بقى شغل. تمام، عمل لي الليفلات اهي، المفروض تنسي مسافه اكبر، بس شوف هم عملوا كلهم في ثانيه واحده. تمام، المفروض ان انا كنت اقول له مثلا 2000 عشان تيجي، انا ما اعرفش تحويلات بيعمل ازاي، بس زي ما انت شايف بيوفر لك وقت. لو انت عندك برج والبرج فيه 10000 دور فبياخد وقت. طيب عندنا حاجه اسمها جنريتيف ديزاين، دي برضو من الحاجات قويه جدا وشغاله بالداينامو، هي مش هيبان لك الشفرات بتاع الداينامو، بس هنا ممكن تقول له كرييت ستادي وتقول له مثلا ده انا عايز اوزع مثلا عندك غرفه وعايز توزع فيها كراسي، فتدي له كرسي ويبدا هو يوزع لك كراسي حسب النظريات، انا عايزهم يبقى اقرب للباب، انا عايزهم اقرب للشباك، انا عايز كذا كذا وكذا. طيب تقريبا بيقول انت مش ما عندكش نسخة أصلية. طيب خلينا نخش مثلا على الداينامو ونعمل حاجة سريعة جدا على ما نتقبل الأسئلة وكده. طيب باشمهندس وائل، طيب بص هنعمل مثلا حاجة سريعة جدا مع بعض نيو، وأقول له مثلا أنا عايز أرسم مثلا لاين، عايز ارسم خط. ما تقولش لا احنا ممكن نرسم خط بطرق اسهل وبتاع، لا احنا بس بنضرب مثال سريع ان انا مثلا عندي عشان ترسم لاين هتحتاج ستارت بوينت واند بوينت، فاقول له انا عايز البوينت. الو ايوه ايوه باشمهندس. عفوا كمل حضرتك بس خلص كده بس العمل. الله يكرمك. تمام طيب الله يكرمك، خدت النقطه دي وخدت النقطه دي، انا هوصل وهيحصل مشكله دلوقتي. تمام، لو حد يعرف سبب المشكله يا ريت يقول، انا هوصل وتحصل مشكله. قلت له الخط ده يبدا من النقطه دي وينتهي للنقطه دي. تمام، حصل مشكله دايركت. ليه؟ لو حد عارف يا ريت يكتب او يفتح المايك او كده. طيب هي الناس اكيد عارفه، ايوه الاثنين نفس النقطه. تمام، فانا هاجي هنا واقول له انا عايز ايه نمبر. تمام، اي نمبر سلايد. نمبر سلايد
طيب نمبر سلايد هقول له مثلا خلي الاكس بواحد والواي بواحد، فالمشكله دي اتحلت. طيب خلينا احرك كده. طيب خلينا اعمل واحد تاني للزد. تمام، خلينا بص هتلاقي النقطه بتتحرك معاك مجرد ان انت تتحرك الرقم. طب عايز ارقام اكتر، تيجي هنا وتقول له انا عايز الماكسيمم بتاعي مثلا 1000. تمام اهو، والستيب مثلا بواحد. تمام، فتبدا ان انت تتحرك كده فيبدا يتحرك معاك بالشكل دوت. تمام، فانت عملت حاجه لذيذه جدا يعني، ما تصغرش ديت. انت هنا هتقدر تعمل مباني تتحرك يعني، ممكن تربط مثلا ممكن تعمل مثلا مظله زي اللي موجوده في الحرم المدني، المظله بتفتح وتقفل وتتحرك حاجه زي كده. فانت دخلت في نوع من انواع المباني اللي اسمها المباني الحركيه، او المباني اللي هي بتقدر تلف حول نفسها وتتغير ويبقى فيها مش ثابته حاجه زي كده. كان دكتور حسين ادانا محاضره رائعه. طيب خليني اقول لك سيركل مثلا، سيركل. طيب هديله سيركل بالسنتر. تمام، هقول له خد النقطه دي، هي دي السنتر بتاعتك. تمام، فهيبدا يرسم لي نقطه. تمام، يعني لما تبدا تغير كده يبدا النقطه دي تتقرب معاك. طب انا عايز اغير الراديوس، اقول له خد النمبر اهوت. فزي ما انت شايف انا ما كتبتش شفرات وما كتبتش حاجه صعبه خالص، الراديوس اهي تقدر تغير فيها. تمام، تقدر تاخد الاثنين دول كوبي. وتقول له الدايره دي هتاخد البوينت بتاعتها من هنا، فبقى عندي دايرتين واقدر اعدل فيهم زي ما انا عايز. ف بشكل قوي جدا يعني موضوع الدينامو ده من الحاجات الرائعه. اتفضل يا استاذنا فاضل بعد اذنك، انا اسف على ان طولت. الله يكرمك يا فندم. طبعا استاذنا في كل الحاجات دي طبعا مش هنسحب القوسي، عامل برضه كورس في الدينامو ممتاز جدا. طيب باشمهندس وائل اتفضل. باشمهندس وائل ايوه عفوا، انت بتقول وائل على فكره، انا نسيت ان ده جهاز اخويا. ماشي يا فندم، الله يكرمك. بتقول وائل وبس عشان على كل، خلاص وائل تمام. الله يكرمك. حضرتك بتتكلم بطريقه والله اللي بتقوله حرفيا حصل معايا، انا متابع معاك من اول محاضره من بدايه البيم وكيف قدرت ادخله على الشركه، وبدات الناس تقتنع وبدات تتطور، وفي ناس حاربته وفي ناس بنته. فالكلام بتقوله بتتكلم كانك بتتكلم على اللي صار معايا بالضبط. فده دليل انه انت حد شخص يعني مريت كل البروسيس. على كل حال انا واحد من الناس اللي بدات في البيم في الشركه وبدا يتطور، وزي ما قلت حضرتك صار الكلام هذا معايا، وصلت لمرحله حاليا الحمد لله بدا تقريبا يصير في قسم، صار معايا تيم من 4 اشخاص وبدانا نتكون حالنا. بس كان عندي استفسارات او حاجات تصير معايا فما كنتش لي لها حل او كنت اقرا عليها، فما كنتش لي زي الورك سيت يعني. احنا بحكم انه احنا يعني تيم وبيم فلا لازم نكون شغالين مع بعض، مظبوط؟ مظبوط مظبوط. احسن طريقه نشتغل معها بدانا بموضوع الورك سيت وقرينا عليه اوكي يعني مش فهمناه، بس بحس برضه لسه بيتقل الشغل شويه، بالذات موضوع البرميشنز واللوك على الايتمز معينه تفتح لناس وتقفل لناس، فهذا من الحاجات اللي لقيتها بتقل الشغل شويه، بالذات انه عندنا مشروع 55,000 بلت اب اريا سكوير متر. حلو. وديتيلد 5 ستار يعني اذا بتعرفوه، يعني مشروع الطب الدولي في جده، مشروع يعني 5 نجوم. فكيف احسن طريقه احنا نشتغل كتيم على الموديل واحد؟ هو الموديل اللي جاي من يو اس اي ومعمول بيم، بس مش ديتيلز يعني، الحيطان حيطه بس سوليد بدون ماتيريال بدون سكرتنج بدون تشطيبات والفلورنج وكذا والى اخره. فاحنا في مرحله اذا بنطور لمرحله انه نقدر ناخذ منه اكوريت تكوف كوردينيشن ممكن شو بدروينج، فاحنا في المرحله. فعشان نطور الموديل هذا ايش احسن طريقه ممكن نستخدمها؟ الورك سيت احنا بدانا فيها، بس حاسس انا بصراحه مش مقتنع فيه يعني انه او ممكن بستخدمه غلط، فممكن حضرتك تشرح على الموضوع هذا شويه. طيب بص يا سيد الفاضل، دلوقتي في كذا مشكله. اول مشكله كبر حجم المساحه، احنا عندنا بعض القواعد معينه ان انا ابدا اقسم المشروع قبل ما ابدا شغل.
تمام. يعني مثلا كان في مشروع احنا كنا شغالين فيه مثلا المول، مول قطر ده، احنا اشتغلنا لما اشتغلت فيه مع باشمهندس محمد مصلح، وكان معانا 2 هنود، تمام. قسمناه ل 18 جزء، قسمنا البشبش المعماري نفسه اتقسم ل 18 جزء، وكذلك الاستراكشر وكذلك الام اي بي قسمناه ل 18 زون، تمام. مشروع تاني انت كم واحد كنتوا يا باشمهندس؟ كم واحد؟ احنا كنا 4 كم شخص؟ 4 ما شاء الله. أربعة بس، يعني 4 يعجبوك، يعني كنا شغالين شغل حديد يعني، تمام. لا انا الاربع اللي معايا بصراحه هم مخدينه في الجامعه، ومش ربنا يبارك فيهم، ربنا يبارك فيهم، مش ادفان، فانا بقدر اعلمهم برضه الله يكرمك، بس يعني عندهم قابليه يعني. ممتاز جدا، ممتاز جدا، تمام. طيب الفكره كلها تقسيم الشغل. يعني في مثلا مشروع تاني كان عباره عن 18 مبنى، في قاعده كده معينه، لو انا عندي اكتر من مبنى يبقى لازم اقسم الشغل بتاعي لاكتر من ملف، مفيش ملف ريفيت تتحط فيه مبنيين حتى لو مبنى صغير، تمام. لازم اقسم الشغل بتاعي وانظمه. انا شغال في مشروع مثلا 18 مبنى، كل مبنى ليه يعني معماري وانشاء وكهروميكانيكال بتاع المبنى واحد، تمام، وخمس ملفات مثلا بتوع معماري وانشاء وكهروميكانيكال في مبنى واحد وهكذا. في مشروع مثلا كنا شغالين فيه كبرجين، تمام، فقبل ما نبدا بدانا نفكر، تمام. فالمعماري قال لك انا هقسم الشغل بتاعي تقريبا 7 ملفات. ليه؟ قال لك انا عندي مثلا الكلادنج لوحده، عندي الكور لوحده، عندي كذا، فبدا يقسم بحيث ان هو ما يجيش في نص المشروع ويقول لك الشغل بقى تقيل، تمام. جينا على التكييف، تمام، التكييف قال لك انا اقسم مثلا ايه التكييف لوحده، مش فاكر، التبريد لوحده، اتنين سيستم مش داخلين مع بعض. جينا عند الميه، الميه لوحديها والدرينج لوحديها، وال كان ايه تاني، الفاير فايتنج، ثلاث ملفات مستقلين عن بعض. الكهرباء قال لك انا كله في ملف واحد، عنده شغل خفيف شويه، مع احترامنا لبتوع الكهرباء يعني، تمام. فهي الفكره كلها ان انا انظم الشغل بتاعي. لو انا نظمت الشغل بتاعي من اول، من قبل ما ابدا احط خط، وكل تنظيم، كل مشروع بيبقى ليه الحاله الخاصه بتاعته، مفيش حاجه اسمها كله انا عملت بالمشروع المره اللي فاتت هعمله، لا، بنقعد نعمل اجتماع ونبدا نشوف، لا والله المشروع ده ليه قصه معينه. الاستراكشر قال لك المبنى ده لوحده والمبنى ده لوحده والبيزمنت هقسمه نصين، يعني النظام الانشائي ده مركز على جزء معين وده مركز على جزء معين وهكذا. المعماري قال لك لا، انا خليت البيزمنت تقريبا كان فاكر 4 بيزمنت دول لوحديهم، يعني عنده ال4 بيزمنت لوحديهم في ملف، وعنده الكلادنج لوحده في ملف، وعنده البرج ده في ملف والبرج ده في ملف. عمل نظام وترتيب للحاجات، تمام، بحيث ان هو يوفر على نفسه الوقت والجهد والحاجات دي كلها. فهي الفكره كلها تنظيم للشغل. الورك سيت انت ممكن تنظمه باكثر من طريقه، تمام. يعني ممكن انظمه بان انا بسمش اشخاص، هو الورك سيت ملوش دعوه بايه اللي بتعمل. ممكن انظمه في مشروع تاني بالادوار، واحد مثلا يمسك الدور من اوله لاخره ويحط فيه كل الشغل بتاعه. ممكن اقسمه لا ده بالكاتيجوري، ده وول وده دور وهكذا، بحيث ما اضطرش الناس كتيره تعمل سنكولايزيشن ويبدا يبعت ريكويست والحاجات دي كلها. انا كل همي ان انا اقلل موضوع الريكويست، لان ده بيأثر على الشبكه، محتاجه بس تنظيم، والتنظيم ده بيجي بان انا بدرس المشروع كويس واشوفه هيتنظم ازاي. يعني لو قلت له نيو سميته باسم الشخص مفيش مشكله، مثلا محمد وعمر واحمد شغالين مع بعض، كل واحد فيهم هياخد جزء معين ويبدا يشتغل، تمام. زائد ان انا ممكن مثلا انا هشتغل مثلا في الجزئيه ديت، بروح اعمل ايه، ما بقولش انا عايز العنصر ده، لا، ده انا بعلم على الجزئيه كلها اللي انا هشتغلها وابعت بها ريكوست مره واحده، تمام. يعني مش لازم بقى كل عنصر اشتغل يقول لي انت محتاج ريكوست، لا، ممكن تعمل سيلكت وتدوس عليهم كلهم وتقول له انا عايز الجزء ده اشتغل فيه. فهو الموضوع كله تنسيق، يعني لو انا علمت على الجزء ده انا هشتغل في دوت دلوقتي، فببعت ريكوست واقول له ايه انا عايز كل دول مثلا اخدهم مره واحده، خلاص مفيش مشكله، تمام. هو الملف لسه ما بقاش للسنتر اللي انا لسه مسيفتش، بس هي الفكره كلها ننظم في الاول ونتعب في الاول، وبعد كده نستريح بقى في من خلال الشغل بتاعنا. طب بالنسبه لو حب اعمل برنامج مثلا للكومند الجديده، مثلا حد عاوز يعمل حيطه، ممكن مثلا اخلي حد هو المسؤول يعمل حيطان، ولا الحاجه هذه بتتعمل بس الحاجه اللي موجوده؟ يعني ينفع اعمل حاجه برميشن او لوك على حاجه لسه مش معموله؟
لا مش الحين لا ينفع لا مش صح؟ ممكن. انت في حاجات معينه اللي بتنفع تعملها، يعني ممكن تقول له فاميلي وتقول له انا هاخد الفاميلي دي مثلا، فهو يعني انت عملت جزء من اللي انت عايز تعمله، ان انت في فاميلي معينه ما ينفعش حد يعدلها غير فلان. تمام، موضوع الفاميلي. فاميلي معين ولا كل الفاميلي؟ فاميلي معينة ما ولا انت لو كل خدت كل الفاميلي؟ هو المشروع كله فاميلي، فانت لو خدت كل الفاميلي ما حدش ايه يشغل بالظبط؟ غيرك. لا انا بعلم على اللي انا بس عايزه. انت برضه على سبيل المثال انت تمام لو انت بيب مانجر والناس اللي معاك لسه بيتعلموا، في حاجات معينه ممكن تقفلها. مدة الاخر احنا اغلبنا بنشتغل على اليوزر كرييت، بس ممكن تيجي مثلا على الفيو وتقول ما حدش يغير الفيو، تمسكهم انت. ممكن تيجي على الفاميلي وتقول ما حدش يغيرهم، انا بس اللي غير فيهم. ممكن تيجي على بروجكت ستاندرد، لقيت الناس بتلعب في الماتيريال وبتلعب في الخصائص، فبتبدا تختار وتقول له انا الاونر بتاع الحاجات ديت. تمام، يعني ما حدش ينفع يعدل تمام غير انت بس اللي ينفع تعدل، مثلا في اسامي الفيو، في التايب، في السايز، والواير، والبروبرتيز، والحاجات دي كلها. تمام دي جديدة صراحة حلوة. بس بالنسبة برضه نفس الحاجة، برضه حاجة فاميلي جديدة حداخلها حتكون فري، أي حدا يقدر يدخل لا فاميلي ده صح؟ ممكن تيجي هنا أنت بتتكلم برضه على الحاجة. ممكن تيجي على الفاميلي هيت وتحدد ان الفاميلي دي بتاعتك انت بس. يعني كنا في مشروع مثلا وكنا قافلين ان المكن اللي احنا حاطينه حد يعدل فيه، كنا ميكانيكال اكيوبمنت معلمين عليه كده وفلان بس اللي يغير فيه. وكنا ساعات بنلعب الحيله كده، كنا ساعات بنعمل يوزر وهمي، يعني بتخش تغير اليوزر باسم معين. تمام، بحيث ان انت وانت شغال تضمن ان الحاجات دي مع اليوزر الفلاني اللي هو شخص وهمي اللي هو في الجهاز مش موجود، يعني بتدخل تغير اليوزر بس وتسميه مثلا منتصر. تمام، مش اسمه منتصر تقريبا، ده كان فيلم بتاع احمد زكي يعني. المهم يعني فيلم الهروب لاحمد زكي. طيب، فهتلاقي ان انت مثلا خليت منتصر دوت هو اللي ليه ان هو يعدل في الجزئيه ديت، وتغير اليوزر وخلاص منتصر ضامن ان مفيش حد هيدخل يغير باسم منتصر، وتشتغل وواثق ان مفيش حد غير في مثلا في اعداد الطباعه او في اي حاجه بالغلط وهكذا. تمام، ده حصلت معايا ونسينا اليوزر اللي كنا داخلين فيه وصار فيه مشكله انه عاوزين نغير. طيب مش مشكله، مش مشكله، ما انت لو انا جيت اغير هيقول لي اسم الفلان بس اللي ينفع اغير، باخد الاسم كوبي تمام واحطه. ده مش موجود. تمام، هي المشكله. لا لا، تغير اسم اليوزر بتاعك وتعدل، ودي حاجات كتير بنعملها، بس ده ايه نقدر نقول من التحايل الخبره او الحاجات الغلط يعني. تمام، يعني دي مش صح. صح، بس برضه مهم الواحد يكون يعرفها. يعني احنا صراحه ضيعنا ساعتين لغايه ما وصلنا لحد اللي قلته بالاخر، عرفنا الاسم وكتبناه زي ما هو ودخلنا عليه وساعتها فتح يعني خلينا نقول هو بس اسم تايبنج ملوش اي رفرنس ولا اي دي، مجرد ما كتبته لا، لو انت داخل اكونت على اوتو ديسك هيبقى خلاص انت ملزم بان انت تدخل اسم الباسورد. حوار تاني. ده حوار تاني بقى، لو انت داخل باسم على اوتو ديسك بيمنع ان انت تعدل بشكل بسيط يعني. لازم تبين حقيقي يعني. الله يكرمك استاذ، جزاك الله خير استاذنا والمهندس القيسي، ما شاء الله عليكم ما شاء الله. طبعا موفقين. طيب، هل في اي اسئله اخرى؟ انا برضو عندي سؤال. تعال تفضل. السلام يا باشمهندس، فيها مشكله في الريفت، يعني ما بتكلمش الحين في الكرييشن والموديلنج، انا الحمد لله ادفانس فيها، بس في حاجه متاكد انه ما لهاش حل. لما تبدا انت الستير نفسه الرايزر مع الارضيه الفلور العادي، ما فيش ربط صح فيها، بيصير عمره ما تصير فيها ربط صح، ولا ايه رايك؟ يعني اللاندنج انا معاك تتربط تتعامل فيها طريقه، تتكلم على السلم ممكن تربط على السلم بالضبط، بدايته من الفلور من تحت. لما تعمله عمره ما يتعمل صح. لا لا عادي بتعمل عادي. هو السلم من الحاجات اللي اول ما ترسمه بتلاقيه سهل جدا. تمام، يعني اول ما تيجي ترسم السلم بتبقى مبسوط، تيجي تنفذ بتلاقي في بعض التكات، بس كل التكات اتحلت. يعني انت الفكره كلها في خصائص كتيره بنبدا ندخل فيها وبنبدا نعدل فيها لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. تمام، يعني السلم محتاج بس ان انت تتعمق فيه شويه، ان شاء الله نحاول نعمل فيديوهات خاصه بالسلم والريلينج، بتلاقي فيه تفاصيل كتيره جدا واحنا ما بناخدش باله منها. تمام، يعني الثلاث انواع دول كل نوع فيهم ليه خصائص معينه، تدخل جواها بتلاقي فيه خصائص جواها، بنقدر نظبط اول السلم واخر السلم. انا عايز اقول لك المشروع اللي هو كان البرجين دوت، كان معانا واحد ما بيعملش حاجه في المشروع كله غير سلالم. تمام، كان فعلا كان هو بدا بقى هو يتعمق اكتر مننا كلنا، ويدخل بقى في الخصائص هنا.
تمام. ديت مثلا الران تايب بيبدا يدخل فيها ويبدا يظبط التريد تمام. والرايزر والسلاندد وكل الحاجات دي كان بيبدا يظبطها مظبوط 100% تمام، لحد ما نوصل للشكل اللي احنا عايزينه. كنا احنا ده يعني بنلزمه بحاجات معينه وهو كان بيعملها بشكل قوي ان شاء الله. مضبوط، هي موضوع السلالم يعني دراسه لوحده يعني، فعلا من اكثر الحاجات اللي طولت فيها واخذت فيها بس كورسات هي وعليت معمول عليها. قوي قوي جدا موضوع والسلم السلم، موضوع يعني تقريبا انا شرحت مثلا السلم ده في على القناه بتاعت بيم اريبيا تقريبا في 25 فيديو، عشان كل شويه بتطلع مشاكل جديده فبنحلها. الريلنج نفسها برضو فيها شويه العاب حلوه قوي 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 يعني، بتبقى مبسوط. انا بقول لك اول ما بتيجي تحسب ريلينج السلم في الريفت بتنبهر، بعد كده في المشروع الحقيقي بتصطدم، وبعد كده واحده واحده صح لما بتكتشف تكون مرمي. بتكتشف ان كل حاجه ليها حاجه، فتبدا خلاص تظبط بقى الشغل بتاعك وتبقى عارف المشاكل ازاي وتحلها ازاي. صح 100% صح. بس برضو انا برضو موضوع بداية السلم انا حاسس انه لسه فيها شغلة، لما تبدا السلم من تحت خالص وعاوز تطلع علاقة الخرسانة تبعد السلم، لما تعمل مونوليتك ستيب عاوز تربطه مع الدور نفسه اللي طالع منه ما بتربطش صح، عمره ما يتربط صح. لو تاخذ سكشن فيه تلاقي في حاجة غلط، حاجة غلط ازاي يعني بس؟ مش عارف. يمكن انا يعني مثلا هنا انت هنا فيه في تشطيب ويعني مثلا هذا مثلا غلط، يعني هو مش رابط على التشطيب، مش رابط على الخرسانة مثلا صح؟ طيب ما انت لو خدت سكشن طب فيها انت ممكن تنزل بيها، ممكن تقول له مثلا ماينس كذا وتبدا تظبطها زي ما انت عايز. اي بس هيرجع يوزع الرايزر غلط، انا عاوز الرايزر مثلا ثابته تكون مظبوطه، الرايزر عجباني بس اول السبه زي الحقيقي بتكون اعلى من السبه الرايزر العاديه صح ولا لا؟ انت عايز تعمل دي حاجه مخصوصه يعني، ارتفاع مخصوص. بالضبط، يعني الخرسانه تكون وصل الخرسانه والتشطيب ماشي مع التشطيب، فالعلاقه هاي دائما انت خلينا نقول لازم تشوف طريقه تحتال فيها على الريفيت عشان تعملها بشكل حلو هاي سواء ما هي زي ما انت بتقول بتحتال عليها، كل واحده فيهم بنقعد نحتال عليها لحد ما نوصل للحاجه الصح، اللي هي يعني مش حل غلط، لا بنوصل لحاجه تكون مقنعه لينا وللريفت وبناخد فيها سكاشن ونبعتها. مظبوط، كنت متوافقنا في النقطة هذه، يعني مثلا الكيس اللي حكيت لك عنها طايرة معاك، يعني عارف انه انت ممكن تنزل مع تنزل الخرسانة. تنزل بيها شوية، تبدأ تعلى شوية، تبدأ تظبط الارتفاعات لحد ما توصل للأرقام اللي انت عايزها. تمام، هو على كل حال موضوع السلام انت عارف بحر عميق. انا بقول لك احنا كان عندنا واحد مخصوص كل للحل المشاكل ديت. فعلا فعلا بدها حدا متخصص لانه بتاخذ وقت جامد، بدها تخس كثير وتجرب وترمي وترمي وتحذف لحد ما توصل للشكل المطلوب. مظبوط، بالذات لما تكون متقيد انت برايزر معينه بهيطات معينه بعرض معين، فتلاقي حالك فعلا مربوط في حاجات لازم تلتزم فيها، بتلاقي حالك بتضيع وقت كثير، ففعلا لازم احط خطه ان شاء الله. الله يجزاك خير، جزاك الله بالخير. الله يكتب. تمام، في حد عنده أي أسئلة أو أي استفسارات؟ باشمهندس أسامة. السلام عليكم يا وعليكم السلام. ازي حضرتك اخبارك؟ يا رب تكون بخير. الله يكرمك استاذنا، جزاكم الله خير. الله يخليك. دلوقتي بس عندي سؤال، دلوقتي لما يبقى في بعمل كوردينيشن بين تخصصات مختلفه في الانشاء، يعني بمعنى ان انا بعمل تخصصات مثلا في يعني مثلا الخرسانه بتكلم في الطرق، طبعا في ال 3 دي بتكلم مثلا في الستيل. دلوقتي مثلا الستيل خلينا نتفق ان احسن برنامج دلوقتي موجود في مجال الستيل هو التكلا. تمام، فدلوقتي لما انا اجي بعمل الكوردينيشن على النيفز ورك، هل بس ان انا بصدر التكلا بصيغه اي اف سي، لان دي الصيغه اللي بيقراها يعني جميع البرامج اللي شغاله بالبيم، دي نقطة. النقطة الثانية لما باجي بعمل كوردينيشن ما بينهم بستخدم انهي طريقة في النيفز، اللي هي الاليمنت اي دي او السويتش باك او اللي هي السفير، او انهي طريقة ايه البيست براكتس بتاعها ان انا اقدر اعمل كوردينيشن بين التكلا والنيفز؟ طيب بص، هو النفس اوركس بنعتبره زي حاجة بتحتوي كل البرامج، فانت مش محتاج تحول اي اف سي عشان تقرا من تكلا. يعني لما تفتح نفس ووركس وتقول له عايز اقرا، تمام، هو بيقرا من الريفت عادي اصلا. يعني لو انت عايز تاخد ملف الريفت من غير ما تحول ان دبليو سي هيقرا، بس انا ما انصحش بكده، لازم تحول ان دبليو سي عشان بينظمها اكتر. فانت ممكن تاخد الشغل
النفس وركس والانفرا وركس، يعني في بعض البرامج بنعتبرهم هو ده زي ايه بيحتوي الحاجات اللي جايه من برامج مختلفه. فالنفس وركس بالذات من البرامج اللي بيقبل من تيكلا مباشره، بيقبل من السي دي ماكس، بيقبل من الاوتوكاد، وبيقبل اوتوكاد 2 دي كمان، بيقبل من الراينو. تمام، اعمل بقى اي حاجه ودخله على النفس وركس مش هيقول لك لا. فانت مش لازم تحول اف سي، لو حولت اف سي ما فيش مشكله، بس لو انت عايز تاخد من تيكلا مباشره ما عندوش اي مشكله خالص. موضوع ان انت تحل الكلاشات، هو النظام بتاعه يفتح بس كده وارجو لك، هتلاقي ان هو يعني بسيط جدا. تحدد ايه العناصر اللي انت عايزها من هنا وايه العناصر اللي انت عايزها من هنا. تمام، احنا ساعات بنبقى عاملين زي ملف كده فيه اهم الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها كلاشات، لان محتاجه تنظيم شويه في موضوع مش كل كلاشات تحلها مره واحده، لا بركز مثلا على الحاجات الاساسيه وبعد كده انزل شويه وانزل شويه. تمام، لان اهم حاجه بالنسبه لي مثلا الدرينش، لان هو صعب ان هو يتحرك. تمام، الانشائي الاتشفاك لانه ضخم، فبدل ما ادخل في كل العناصر مره واحده واحل مثلا 100,000 كلاش مره واحده، بقسم ايه الاهم كلاشات وابدا ادخل فيها. تمام، ان شاء الله البرنامج يفتح بتاع النفس وركس. طيب اهو البرنامج هو فاتح اهوت او بيفتح. طبعا يعني لازم نركز على نقطه برضو، ان مش اوتوديسك بس، لا في برامج تانية اقوى من يعني، في برامج متخصصه في كل حاجه في البيم. تمام، فانت تبدا تشوف اني برنامج اللي مفيد لشركتك. تمام، اني برنامج اللي انت عايز تشتغل بيه، مش هو مرفت نفسه بس، لا بتلاقي برامج تانية تكون قويه. تمام اهو مثلا. تمام، طيب خلينا تعالى نقول له مثلا انا عايز اعمل اوبننج مثلا. تمام، وتيجي تبص هنا هتلاقي قائمه كبيره جدا من البرامج، بيقبل اي اف سي، بيقبل بي دي اس، بيقبل اسكي، بيقبل اس تي ال، لو انت عايز سيف اس تي ال هيقبل اس اي تي، راينو، ريفت، ريكاب، بي دي اف، فهو بيحتوي كل الحاجات دي، دي اكس اف، دي دبليو اف، مايكرو ستيشن. تمام، فاي امتداد هيقبله بدون مشاكل خالص. انت بتيجي هنا تقول له اتست، وتبدا بقى تشوف ايه اللي انت عايز تعمله معايا. ده هنا مثلا ستاندرد. تمام، خلينا ناخد ده برضه. طيب هنا هتقول له مثلا انا عايز ليفل 1 مع ليفل 2 وهكذا، لا دي مش هي دي الصح. ممكن تيجي هنا مثلا ممكن تقول له انا عايز ليفل 1، خلينا اقول لك مثلا ايه ستاندرد، انا عايز مثلا هنا الاير تيرمينال تمام بتاعت ليفل 2 وبتاعت ليفل 1 الاير تيرمينال. كده انا علمت على الاير تيرمينال في المشروع ككل مثلا. وبعد كده اقول له ستاندرد واقول له انا عايز مثلا اشوف بقى الحوايط. تمام، بتاعت ليفل 1 وليفل 2. المفروض يعني ان هو ما يطلع يعني ما فيش يعني الاير تيرمينال صعب يكون مخطط. وحدد نوع الكلاش، هل هو هارد ولا كليرنس، واقول له ران تيست. فيبدا بقى يقول لي ايه ان هو في كلاشين مثلا اهو. تمام، هنا بقى بيجيب لي الكلاش الاول والكلاش الثاني، يبدا بقى يعمل ايه زوم بينهم. طيب انا عايز اقول له عايز اشوف الكلاشين كلها مره واحده، اقول له انا عايز اشوف هايلايت اول كلاش، فلما تعمل تبعد كده يبدا يجيب لك فين الكلاشات اللي موجوده في المشروع كله. تمام، ممكن تقول لا انا عايز بس اركز على واحد واحد، كل ما اعمل واحد فيهم او بيبدا يعمل زوم عليهم ويبدا يجيب لك الاسامي بتاعتهم. تقدر تقول له ريبورت وتبدا تصدرهم كهيئه اتش تي ام ال. تمام، ممكن تقول له لا ده انا عايزهم مثلا من خلال بروبرتيز، فتبدا تدور على الخصائص، يبدا يجيبها لك بالشكل ده. تقول له مثلا عايز من خلال الايتم. تمام، انا عايز الحاجات اللي اسمها كذا او الحاجات اللي لير كذا والحاجات دي كذا. احنا بنعمل قائمه بالحاجات دي عشان نسهل على نفسنا. امبورت كلاش تيست، طبعا بيختلف من شغل شركه لشركه وحاجات زي كده، فبتبدا تقول له مثلا عايز كلاش تيست بالشكل دوت، فيبدا يجيب لك قائمه تبدا تشتغل عليها. تقول له مثلا ران ابديت اول، فيبدا يجيب لك الكلاشات. طبعا بتختلف من واحد لواحد، لان هنا بنعتمد على قواعد معينه، فما ينفعش تنيل من حد لحد او ما ينفعش من جهاز لجهاز. تمام، فبيبدا يعمل لك الكلاشات اهوت، يبدا بقى يطلع لك ان مثلا ده طلع فيه 287 كلاش وهكذا. يبدا يجيب لك الكلاشات. طبعا في اكثر من كلاش حسب كل مشروع بنعمله حاجه خاصه بيه. تمام، يعني في واحد مثلا خاص بالميكانيكا، الحاجات
وهكذا. في حاجات انا اعملها مثلا للمشروع ككل، تمام، تبدا تختار ايه الحاجات اللي انت عايز تعمل عليها كلاش، في حاجه خاصه بالسيرش سيت، وكل واحد فيهم تبدا بقى تشوف. ف يعني انت بتبدا تنظم الشغل بتاعك. انا مثلا ممكن تختار مثلا خلال الكاتيجوري، انا عايز الكاتيجوري اللي هي مثلا كذا نوعها كذا كده، انا جبت المشروع كله، كل الابواب اللي في المشروع يعني. انا اخترت ايه كاتيجوري، وكاتيجوري بعد كده اخترت النيم، واخترت مثلا الدور مع الوول مع الستير مع كذا، والناحية التانية برضو نفس الكلام، واقول له اعمل كلاش، تمام، بروبرتس، تبدأ تقول له انا عايز مثلا الكاتيجوري ايتم كاتيجوري، ادي بروبرتس هنا كاتيجوري اهي، انا بس مش شايفها، تمام. فتبدا تشوف ايه الحاجات اللي انت عايز تعمل معاها كلاشات، تبدا تختار الحاجات اللي انت عايزها، تمام، وتقول له ران تيست، فيبدا يعمل كلاش بين ده ودوت، ويبدا يجيب لك كلاشات بشكل دوت، تمام. والريبورت اللي بيطلع بيطلع شكله حلو قوي بالصور بكل حاجه. ده بس يعني نبذه سريعه عن الموضوع. انا معاكم، لو حد عنده سؤال تاني معاكم، لو ما فيش اسئله ممكن نختم. في أي حد عنده أي أسئلة؟ طيب باشمهندس أحمد ممكن نختم؟ في حد بيسأل عن كورسات في الكهرباء؟ اه، هتلاقي كورسات للريفت ام اي بي في نقاط، واعتقد كان في متقدرين في كذا كورس في الكهرباء وفي الميكانيكا وفي المعماري والانشائي، هم كلهم حاجه واحده، ما ينفعش يبقى في حاجه ناقصه، تمام. والجروب اللي على الواتساب اللي عامله باشمهندس احمد الكوسي، لو في حد عنده اسئله ان شاء الله. طيب جزاكم الله كل خير، وانا سعيد بالجلسه الجميله دي، استفدت منها كتير، واسف ان انا يعني طولت عليكم. ونختم بقى، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله كل خير.